أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وكل عام وأنتم طيبون. نبتدئ اليوم المحاضرة السابعة في الكراش كورس الخاص بالإندوكراين، وهي بإذن الله هتبقى خاصة بال Diseases of Adrenal Cortex and Adrenal Medulla. وانتوا عارفين يا اولاد طبيعتنا ان محاضرات الكراش كورس بتبقى اسرع قليلا ومور كونسايز، بس فيها كل المعلومات. فهنتابع النهارده واحد من اهم المحاضرات، وهي الادرينال كورتكس ديزيزز باذن الله والادرينال ميدالا. نتوكل على الله ونبتدئ. نبتدئ اللوحة الأولى. الأول ناخد فكرة، احنا عارفين ان disorders of any endocrinal glands هتاخد شكلين يا ولاد، هتاخد شكل hyperfunction يا hypofunction. فالhyperfunction عندي 3 syndromes corresponding to the 3 layers، يعني عندي 3 layers في الأدرينال كورتكس، كل layer لو زودت إفرازها هتعطي مرضا بذاته. فإحنا عارفين الزونة جلوميرولوزا بتطلع الألدوسترون، فلو طلع ألدوسترون كتير هنسمي المرض ألدوسترونيزم، وعلمتكم إيزم يعني مرض، أو هايبر ألدوسترونيزم. اتنين صح، يا ألدوسترونيزم يا هايبر ألدوسترونيزم، وده 3 أنواع. أما لو الزونة فاسيكولاتا طلعت كورتيزول كتير فهتدي مرض يسموه كوشينج أور كاشينج سندروم، نسبة إلى مكتشفيه في 1912، في سنة 1912، يسموه كاشينج أور كوشينج حسب ما بينطقوها، إنجلترا تختلف عن أمريكا. أما لو الزونة ريتيكولاريس طلعت مور سكس هرمونز، والمعني مور أندروجين، فيبقى الأدرينال كورتكس أندروجين، أدرينال أندروجين هي أسرع الجينيتاليا، فسموا المرض أدرينو جينيتال سندروم، وده هناخد الحاجات المهمة فيه. يبقى عندي 3 syndromes corresponding to the 3 layers. زونة جلوميرولوزا ألدوسترونيزم أو هايبر ألدوسترونيزم، وده 3 أنواع. زونة فاسيكولاتا تدي كوشينج سندروم، وهذا ينقسم إلى نوعين. أما الزونة ريتيكولاريس بتدي أدرينوجينيتال سندروم، وفي أنواع كثيرة هناخد الثلاثة الأشهر. أما لو عندي بالناحية الثانية هايبوفانكشن، فهنا يوجد احتمالان. لو ان الهايبوفانكشن خد الثري لايرز، لان غالبا بيبقى سببه كان زمان سل تيبركلوزيس بيدمر الثري لايرز، والنهارده السبب 80% اوتو اميون ديزيز، فبتدي مرض اسمه ادرينال انسفيشنسي، يعني عدم كفاءه الادرينال كورتكس. وده 3 انواع، في نوع منهم اللي هو البرايمري بيسموه الاسم الاشهر اللي بيستخدموه الزملاء اللي هو الاديسونز ديزيز، لكن الاديسون ده لا يطلق الا اذا كان برايمري ادرينال انسفيشنسي. اما لو وان لاير بس هي اللي اخفقت في عملها فهتدي مرض بذاته. اشهر واحد فيهم لو اخفق الزونا جلوميرولوزا في انها تطلع الدوستيرون فهتديني ايزوليتد الدوستيرون ديفيشنسي. يبقى الهايبرفانكشن 3 syndromes corresponding to the 3 layers، الهايبوفانكشن يوجب مرضان، يا كل الغده تبقى ادرينال انسفيشنسي، يا لير على حده، اشهر لير هي الزونا جلوميرولوزا ايزوليتد الدوستيرون ديفيشنسي. كانت هذه هي اللوحه الاولى. ننتقل الى اللوحه الثانيه. فدي مرض بقى في الهايبرفانكشن، ما عشقت مثل عشقي للنظام. فعندنا اول مرض هناخده اللي هو
هايبر الدوسترونيزم اور الدوسترونيزم. احنا قلنا ازم معناها مرض تعلمه، وده يعني مرض زياده الالدوسترون، فليه اسمين يا الدوسترونيزم يا هايبر الدوسترونيزم. وده عندي ثلاثه انواع وكل نوع ليه 3 افكتس، حتى حلوه في التذكر. يبقى الالدوسترونيزم ثلاث انواع وكل نوع فيه 3 افكتس. ابتدي بالنوع الاول، لو ان الخلل في الزونا جلوميروزا اي في الغده المعنيه اتعلمنا نسميها برايمري. برايمري لما يبقى المرض في الغده ذاتها، في الغده المعنيه، ان الادرينال كورتكس فيها تيومر. التيومر ده ممكن يبقى ادينوما يعني ورم حميد، او كارسينوما ورم خبيث، او حتى مجرد هايبربليزيا زياده في الخلايا. ما انا علمتكم بليزيا يعني تخليق، هايبربليزيا تخليق زائد في خلايا الزونا جلوميرولوزا، يبقى هايبربليزيا في الزونا جلوميرولوزا، لكن ممكن يبقى سببه تيومر. والاورام نوعان، يا ادينوما، اوما يعني ورم، ادينو يعني غده، ورم حميد يبقى ادينوما، ورم خميس يسموه كارسينوما. ده لو المرض في الغده ذاتها طلعت الدوسترون كتير. ليه بقول يا اولاد ان في 3 افكتس؟ ما عشقت مثل عشق النظام. هنفكر لو قلنا الالدوسترون ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ريتينشن اوف صوديوم، ويرمي عوضا عنه بوتاسيوم او هيدروجين. فاهمين العلاقه ما بينهم؟ واحد اسيد اللي هو الهيدروجين، وواحد قلوي كاليوم اللي هو البوتاسيوم. يبقى توقع لما يزيد الالدوسترون هيحصل الاتي، هو كان بيحتفظ بالصوديوم يبقى هيحصل مور صوديوم ريتينشن، اي هايبر ناتريميا، زياده الصوديوم في الدم. وكان بيرمي بوتاسيوم وهيدروجين يبقى لما يزيد الالدوسترون بالعقل هيحصل هايبوكاليميا، نقص البوتاسيوم في الدم. ولما نرمي الهيدروجين، ارمي الهيدروجين اسيديك، يبقى هيحصل لي ميتابوليك الكالوزيس، لما افقد اسيد قوم انا يحصل لي الكالوزيس. يبقى المرض ليه 3 افكتس متطابقه مع الثري اينز اللي بيشتغل عليها الالدوسترون. يزود الصوديوم يبقى هايبرناتريميا، يرمي بوتاسيوم يبقى هايبوكاليميا، يرمي هيدروجين يبقى ميتابوليك الكالوزيس. الهيدروجين خلصنا منه، هو ميتابوليك الكالوزيس. اما نيجي الصوديوم، لما يحتفظ بصوديوم كتير يحصل ريتينشن في صوديوم، خال الملح ما يكتر يحصل ايه؟ يبقى مفروض هيبقى معاه ماء، يبقى الاكسترا سيلولار فلويد يزيد وعليه الضغط يزيد، الهايبرتنشن. حتى الناس كلها عارفه ان من اهم الحاجات اللي بننصح بيها مرضى الضغط انه يقلل من الملح، لان الملح هيزود حجم الدم، هيزود ضغط الدم. ده اهم مانيفستيشن بقولها للزملاء الاصغر في هذا المرض هو الهايبرتنشن، يعني زياده الصوديوم الهايبرناتريميا هتؤدي الى هايبرتنشن، زياده الضغط. وعلى فكره بيبقى بيرزيستن برضو، ده للزملاء الصغيرين، يعني هنا الضغط، ارتفاع الضغط بيبقى قاسي جدا، بنحتاج عندنا 5 ادويه للضغط، ممكن نحتاج 4 او 5 كلهم عشان ننزل هذا الضغط. من أسوأ انواع الهايبرتنشن اللي هو الهايبرتنشن بسبب الالدوسترون بتاع الكونز سندروم. هنا بقى في نقطه مهمه جدا في الامتحان، انا اتوقع لما يزيد الاكسترا سيلولار فلويد يبقى هيحصل اديمه. لا، في الكون سندروم واحد من اهم الحاجات في الام اس كيو، في هايبرتنشن، لكن there is no or slight edema. طب ليه؟ يعني ليه ما حصلش إديمة؟ لان في ظاهره اسمها صوديوم اسكيب فينومينون، لما بيزيد الالدوسترون، شوف الروعه، ربنا يطلع الهرمون المعاكس اللي اسمه اتريال ناتريوتيك بيبتايد، خدناه في السيركوليشن، بيبتايد بيطلع من الاتريوم فسموه اتريال ناتريوتيك بيبتايد، وبيعمل ناتريوريسيس يرمي الصوديوم. يبقى الالدوسترون من ناحيه بيحاول يحافظ، بيزود الصوديوم ويزود الميه، ومن الناحيه الاخرى بيطلع الاتريال ناتريوتيك بيبتايد من القلب، من الاتريوم بتاع القلب، يرمي الصوديوم، فيسموها صوديوم اسكيب فينومينون. يعني الصوديوم
هرب من تأثير الألدوسترون. مين هربه؟ مين رماه؟ مين منع أن يحصل excessive retention؟ الإترناتوتيك بيبتايد. وعليه واحد من أهم الأسئلة، بيبقى فيه نوع أو سلايت إديمة، فيه هايبرتنشن رهيب لكن فيه سلايت إديمة. تقل الأيون الثاني بوتاسيوم، بوتاسيوم نقص، فيه هايبوكاليميا، نقص البوتاسيوم في الدم. ده هيدي تأثيرات ثلاثة، حتى لطيف الموضوع ماشي كله ثلاثات اهو. لما يقل البوتاسيوم الكلية هتفقد مقدرتها على تركيز البول، يقل الكونسنتريشن ابيليتي اوف ذا كيدني، وعليه ينزل بول كتير، والبول بقى مخفف، ينزل يحصل بوليوريا. يسموا المرض ده ايه في بعض التكست بوكس؟ هايبوكاليميك نيفروباثي، يعني باثولوجي، مرض في النيفرون يعني في الكليه بسبب نقص البوتاسيوم، فيسموها هايبوكاليميك نيفروباثي. يبقى العيان هيعاني من بوليوريا بسبب ان الكليه فقدت هي مقدرتها على انها تكونسنتريت اليورين. طب تاني حاجه، لما قل البوتاسيوم خدناها في النيرف في الفاميليا البريديك باراليسيس، لما كان البوتاسيوم بيقل كان بيحصل هايبر بولاريزيشن والماسل تتشل تبقى ويك. طب ونفس الفكره هنا، ما هنا البوتاسيوم قليل زي الفاميليا البريديك باراليسيس، يبقى الماسل هتتاثر، يحصل ماسل ويكنس بسبب الهايبر بولاريزيشن. طب تالت حاجه، لما ينقص البوتاسيوم بينقص الانسولين، لان هناخد في المحاضره القادمه باذن الله نقص البوتاسيوم ينقص الانسولين. طب يبقى مش عارف احرق جلوكوز، يبقى العيان هيعاني من انه عنده ديكريز دي جلوكوز توليرانس، لان نقص البوتاسيوم نقص الانسولين. يبقى ده الكون سيندروم، ولا تنسى من هو الكون سيندروم، هو البرايمري الدوسترونيزم. 3 افكتس، زادت الصوديوم هتعمل هايبرتنشن، وده اهم حاجه في المرض، بيرزيستنت هايبرتنشن، وان كان نو اور سايت اديما بسبب الصوديوم اسكيب فينومينون اللي هو زياده الهرمون معاكس الادرينالتيك بيبتايد. اما نقص البوتاسيوم بيدي ثلاث حاجات، ياثر على الكليه، يعمل هايبوكاليميك نيفروباثي، ما تعرفش تركز البول، البول يبقى كتير بوليوريا. نقص البوتاسيوم يعمل هايبر بولاريزيشن، العضلات ما تعرفش تتحرك، ماسل ويكنس. نقص البوتاسيوم ينقص الانسولين، يبقى جلوكوز انتولرانس او نقص الجلوكوز تولرانس هي هي. اما نقص الهيدروجين بيدي حاجه واحده اللي هي الميتابوليك الكالوزيس. انتقل للنوع الثاني يا اولاد، اللي هو سكندري الدوسترونيزم او سكندري هايبر الدوسترونيزم، الاثنين صح. هنا لطالب ذكي، سكندري يعني زياده الالدوسترون مش بسبب عيب في الزونا جلوميرولوزا، حاجه بره الزونا جلوميرولوزا، عشان كده سموها سكندري. فهنا العيب في الاغلب بيبقى في حاجه من ثلاثه، يا في الكليه، يا في الهارت، يا في الليفر. تعال نشوف ليه. لو في نيفروزس في الكليه او هارت فيلير، في هاتين الحالتين لما الكليه تبوظ تطلع رنين كتير. طب ولما يبقى في هارت فيلير ما يضخش دم كفايه للكليه، فيحصل رينال اسكيميا تزود برضه الرنين. واحنا عارفين يا اولاد ان الرنين ده من اهم الحاجات اللي بتزود الالدوسترون، كنا خدناه في الليسته رقم 2. الرنين يحول الانجيوتنسينوجين 1، والانجيوتنسين 1 يتحول لانجيوتنسين 2 اللي هو من اهم الحاجات اللي بتزود الالدوسترون. ثالث سبب، لو الليفر بايظه، في ليفر سيروزس. ليه؟ ده لسبب تاني. كنا قلنا يا اولاد ان 90% من الالدوسترون، 90% من الالدوسترون بيبقى ان اكتيفيتد في الليفر في سنجل سيركوليشن. 90% من الالدوسترون لما يدخل الكليه يدخل الليفر يبوظ، يحصل له ان اكتيفيشن. طب لو الليفر بايظه مش هيحصل ان اكتيفيشن الالدوسترون، يبقى الالدوسترون هيزيد لان مفيش ان اكتيفيشن. يبقى هنا زياده الالدوسترون سكندري لسبب مش في الزونا جلوميرولوزا، فسموها سكندري الدوسترونيزم. يا اما زياده الرينين بسبب النيفروزس في الكليه او الهارت فيلير، يا اما الالدوسترون ما بيحصلوش ان اكتيفيشن بسبب السيروز. طب للاوائل وللزملاء الاصغر سنا في اسباب اخرى.
في الادرينوجينيتال سندروم اللي هنجيله اللي هو العيب بيبقى في الزونا ريتيكولاريس، في نوع منه بيبقى فيه سولت لوسينج، يعني العام بيفقد الملح وبالتالي بيقل الاكسترا فلويد وبالتالي يزيد الرينين. يبقى سبب واي زياده في الرينين تزود الانجيوتنسين 2 تزود الالدوسترون. او خدنا رينال ارتستروزس، مفيش دم رايح للكليه تطلع رينين يزود الالدوسترون. بس السببين الاخرانيين دول لاوائل الاوائل، انما الطالب الممتاز يعرف ثلاثه: نيفروزس، هارت فيلير، اند سيروزس. كل دول بيزود الالدوسترون، دول بسبب زياده الرينين، اما الليفر بسبب عدم الان اكتيفيشن، ديكريز ان اكتيفيشن اوف الالدوسترون. طب ايه الفرق بين البرايمري والسكندري الالدوسترونيزم؟ نفس الثلاث مواصفات هي هي يا اولاد، بس مع فرق كبير جدا. ان بينما في الكون سندروم البرايمري كانت الاديما سلايت، ده من اهم الاسئله في الام اس كيو، حتى حاططها لك باللون الاصفر اهي، هنا الاديما از ماسيف ماركت اديما. ليه؟ لطالب ذكي. ألم تلاحظ إن أهم ثلاث أسباب للسكندري ألدوسترونيزم هي في ذات الوقت أهم أسباب للإديمة في الجسم؟ إمتى العام بيورم؟ لو عنده هارت فيلير أو الكليا بايظة نفروزس أو الكبد بايظ سيروزس. فنفس الأسباب اللي إدت سكندري هايبر ألدوسترونيزم هي نفسها أسباب الإديمة، فعشان كده العيان عنده ماسيف إديمة. ده أهم سؤال في الام اس كيو. نيجي النوع الثالث يا أولاد، وده اكتشفوه حديثا، اسمه جلوكوكورتيكويدز ريميديابل ألدوسترونيزم. يعني ألدوسترونيزم زيادة في الألدوسترون ما يتصلحش، ريميديابل يعني يتصلح، إلا لو اديت العيان كورتيزول جلوكوكورتيكويدز. يقول لي ازاي الكلام ده جلوكوكورتيكويد بتشتغل زي الالدوسترون، عندها مينرالو كورتيكويدز لايك اكشن. انا لما الالدوسترون المينرالو كورتيكويدز يزيد اعالجه ان ادي جلوكوكورتيكويد اللي هو بيشتغل زي المينرالو كورتيكويدز؟ تعال نفهم القصه جت منين. فاكرين يا اولاد اهم اربع حاجات بتطلع الالدوسترون كانت اخرهم واضعفهم هو الاي سي تي اتش. نورمالي الاي سي تي اتش ده بيأثر على الزونا فاسيكيولاتا والزونا ريتيكولاريس، لكن لا يؤثر على الزونا جلوميرولوزا غير بضعف شديد. في بقى مرضى اولاد عندهم حاجه جينيتك وراثيه، الزونا جلوميرولوزا از اكستريملي سنسيتيف تو اي سي تي اتش، حساسه جدا للاي سي تي اتش، وده اوتوزومال دوميننت، يعني مرض سائد ومرتبط بالاوتوزومز، خلاص بالكروموزومز اللي هي مش السكس كروموزومز، الاذر كروموزومز. طب يبقى هنا الادرينال كورتكس زونا جلوميرولوزا حساسه جدا للاس تي اتش، المفروض هي مش حساسه للاس تي اتش، بقت حساسه جدا وبقى يطلع الدوسترون كتير. يبقى الحل نقلل الاس تي اتش. طب نقلله ازاي؟ ندي العيان جلوكوكورتيكويدز فبالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم ينقص الاي سي تي اتش، عشان كده سموا المرض جلوكوكورتيكويدز ريميديابل الدوسترونيزم، الدوسترونيزم الذي ينصلح حاله باعطاء الجلوكوكورتيكويدز لانقاص الاس تي اتش، لان الزونا جلوميرولوزا حساسه جدا للاس تي اتش، ويسموه جي ار اي جلوكوكورتيكويدز ريميديابل الدوسترونيزم. دي الاجابه النموذجيه لواحد من اهم الاسئله ديسكاس الدوسترونيزم. وهقول لك في عجالة مش الديتيلز الفكرة الأساسية، ثلاث أمراض بثري إفكتس. الثلاث أمراض لو المرض في الغدة المعنية اللي هي الأدرينال كورتيك زونا جلوميرولوزا يسموه برايمري أو كونز سندروم، لو المرض بره يسموه سكندري ألدوسترونيزم، كبد أو كيليا أو هارت. لو المرض يتصلح بالجلوكوكورتيكويدز لان الزونا جلوميرولوزا على خلاف العاده حساسه جدا للاس تي اتش، فعاوزين نقص الاس اتش فندي جلوكوكورتيكويدز، يبقى يسموه جلوكوكورتيكويدز ريميديابل الدوسترونيزم. طب كل مرض ايه اللي بيتاثر فيه؟ الثلاثه اينز هيبقى فيه هايبر ناتريميا وهايبوكاليميا وميتابوليك الكالوزيس. بس الفرق يا اولاد
ان هنا في البرايمري بيبقى فيه سلايت إديمة، انما في السكندري الدوسترونيزم بيبقى فيه ماسيف إديمة. وفهمت ليه ده سؤال ام اس كيو مهم؟ لان هنا نفس اسباب السكندري الدوسترونيزم هي في ذات الوقت اسباب الماسيف إديمة. اوعى تنساه سؤال في الام اس كيو. انت بقى ابقى راجع تاني الفيديو اذا عاوز، انما انا عاوز امشي بسرعه شويه. نيجي تاني مرض اللي هو زياده الجلوكوكورتيكويدز، ويسموا المرض نسبه الى مكتشفه كوشينج سندروم. وده اهم مرض في النظري بيجي يا اولاد عندكم، الكوشينج سندروم. مجالنا كوشينج سندروم هنتكلم عليه في ثلاثة نقاط: كوزيس، الأسباب كوزيس أند تايبس، أكشلي هو نوعان، كل نوع ليه أسباب معينة، والمانيفستيشنز الظواهر، والتست إزاي أكتشف المرض. ابتدي بالكوزيس. يوجد نوعان من الكوشينج سندروم، ممكن يزيد الكورتيزول كنتيجة لزيادة الـ ACTH، إن البيتيوتري فيها أدينوما، أوما قلنا يعني ورم في غدة البيتيوتري، أدينو يعني غدة، أوما يعني ورم، ورم في غدة البيتيوتري بيطلع ACTH كتير، وعليه الأدرينال كورتيكزونة فسيكولاتا تطلع كورتيزول كتير، فيسموا ده ACTH dependent، يعني معتمد على ACTH. زيادة الجلوكوكورتيكويدز بسبب زيادة ACTH. واللي اكتشف هذا المرض كوشينج وسماه كوشينج ديزيز. خد بالك العنوان عندنا مش كوشينج ديزيز، كوشينج سندروم، لان بعد كده اكتشفوا ان ليه اسباب تانية. سندروم مرض له العديد من الاسباب، لكن ديزيز لما يبقى ليه سبب واحد. كوشينج في سنه 1912 افتكر ان ده السبب الوحيد لزياده الجلوكوكورتيكويدز فسماه كوشينج ديزيز، لكن اكتشفوا زي ما هنشوف دلوقتي ان هناك اسباب اخرى، فعشان كده بقى السندروم اسمه كوشينج سندروم. يبقى امتى نسمي كوشينج سندروم كوشينج ديزيز للزملاء الاصغر سنا والاوائل الاوائل؟ لما يبقى سبب المرض البيتيوتري، في بيتيوتري ادينوما بتطلع ACTH كتير وعليه تطلع جلوكوكورتيكويدز كتير. وعلى فكره ده الموست كومون كوز اوف ذا ديزيز. ممكن سبب اخر ان يبقى فيها هايبوثالاميك ادينوما تطلع كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون يطلع ACTH كتير يطلع كورتيزول كتير. ممكن سبب تالت ان يبقى فيه ACTH كتير طالع من بره الاندوكرينال جلاندز خالص، فيسموه اكتوبيك. علمناها لك اكتوبيك يعني خارج، اكتوبيك ACTH سندروم. طب واحد يقول هو بيطلع منين ACTH ده؟ شو اساسا بيطلع من البيتيوتري؟ فاما يبقى فيه ورم في البيتيوتري يا اما ورم في الهايبوثالاموس تطلع كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون طلع ACTH. لا، قلت لك ان اللانج كانسرز مشهوره جدا في انها لانج كانسر بتطلع هرمونز، يعني ممكن اي هرمون يطلع من نون اندوكراينال تيشو. واحد اشهر الانسجه اللي بتطلع هرمون وما هياش اندوكراينال اللي هي اللانج كانسر. ففي اللانج كانسر بيطلع ACTH كتير يزود الجلوكوكورتيكويدز فيسموه اكتوبيك ACTH سندروم لاوائل الاوائل. بيبقى في لان كانسر وساعات وساعات لاوائل الاوائل الاوائل جاسترو انستاينال كانسرز. طب تاني نوع اسمه ACTH independent. هنا بقى زياده الجلوكوكورتيكويدز غير معتمد على ACTH. ليه؟ لان الورم موجود في الادرينال كورتكس في الزونا فاسيكولاتا، في ادينوما في الادرينال كورتكس أو هايبربليزيا زيادة في عدد الخلايا، ده يمثل 25% من الحالات بس. أو صدق أو لا تصدق، حضرتك وحضرتك أحد أسباب الكوشينج في الدنيا، لأنكم بتعالجوا وده مش غلط العيانين بتاعتكم بالكورتيزول، فما تدوا الكورتيزول للعيان يبقى أنت زودت الكورتيزول فيجيله كوشينج سندروم، يبقى تريتمنت ويز جلوكوكورتيكويدز. طالب قال لي طيب ممكن تلخصها لنا، إن أنا تهت شوية. قلت ان الكوشينج سندروم نوعان، يا اما ACTH dependent بسبب زياده الـ ACTH، يا اما ACTH independent مش بسبب زياده الـ ACTH. يبقى ده الانواع بتاعته، ACTH dependent يا ACTH independent.
في الـ ACTH dependent بيبقى بسبب زيادة الـ STH. في الـ STH independent بالعكس، بالعكس سؤال مهم جدا في الـ MQ، الـ STH بيقل، لأن لما جلوكو كورتكويدز تزيد بالنيجاتيف فيدباك الـ STH يقل. يبقى يوجد نوعان ACTH dependent أو STH independent. حب النظام قوي يا ولاد. طب الـ STH dependent سببه إيه؟ إيه اللي طلع STH كتير؟ ثلاث مصادر، يا بيتيوتري اللي هي الأساس اللي بتطلع STH أدينوما، يا الهايبوثالاموس أمرتها تطلع STH كتير، هايبوثالاميك أدينوما بتطلع كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون ومن ثم STH، يا إما طالع من بره خالص إكتوبيك STH سندروم. منين؟ أشهر كانسر بيطلع هرمونات لون كانسر. طب النوع الثاني STH independent غير معتمد على STH، يبقى 100% الزونا جلو الزونا فاسيكولاتا نفسها بتاعه الادريان كورتيك بتطلع الكورتيزول او الجلوكوكورتيكويدز، او حضرتك بتعالجوا العيان تريتمنت ويز جلوكوكورتيكويدز، وفي الحالتين دول بيقل الاي سي تي اتش. للزملاء والاوائل الاوائل، من هو اشهر سبب؟ اشهر سبب هو البيتيوتري ادينوما، وفي الحاله دي نسميه مش كوشينج سيندروم، كوشينج ديزيز. يبقى اتعلمت امتى يسموه كوشينج ديزيز؟ لما يبقى السبب بيتيوتري ادينوما اللي هو السبب الاشهر. هاوفر يا اولاد، الديسكشن دي هل سندروم ولا ديزيز از ناو هيستوريكال، يعني ما حدش بيهتم بيها قوي، انما للدقه العلميه. نيجي المانيفستيشنز بقى، ظواهر الكوشينج. لطالب ذكي قال لي انا متوقع ان يبقى في ظواهر بسبب زياده الجلوكوكورتيكويدز. قلت له صح. طالب اذكى قال لي وظواهر بسبب زياده الاندروجين. قلت له ليه؟ قال لي ان انت قلت ان الزونا فاسيكولاتا وريتيكولاريس بيفانكشن از وان يونت، ما بيطلعوش بس جلوكو، طلعوا جلوكو اساسا الزونا فاسيكولاتا، لكن بتطلع كمان شويه سكس هرمونز اللي هو مينلي اندروجين. قلت له صح، يبقى في ظواهر بسبب زياده الاندروجين. طالب اسك قال لي وعلى فكره هيبقى في كمان ظواهر بسبب زياده المينرالوكورتيكويدز. قلت له ليه؟ قال لي عشان انت قلت ان الجلوكوكورتيكويدز عندها ويك مينرالوكورتيكويدز لايك اكشن، وعليه لما الجلوكوكورتيكويدز تزيد هذا الويك اكشن هيزيد. فطالب قال انا لخصها لكم، يبقى حقيقه الامر لما بيحصل زياده في الجلوكوكورتيكويدز كانما الثلاثه لير زودوا الهرمونات، الجلوكوكورتيكويد زادت وهي الاصل، وبيزيد معاها الاندروجين لان هم فانكشنينج از وان يونت في الانسان الزونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس، يبقى زاد الاندروجين اللي الثانيه اشتغلت اهي. وطالب اسك قال لي وكمان كان المينرالو زادوا لان الجلوكوكورتيكويدز عندها ويك مينرالو لايك اكشن. فالطالب الذكي المنظم هيقسم المانيفستيشنز لمانيفستيشن سببها زياده الجلوكوكورتيكويدز، ومانيفستيشن سببها زياده المينرالو كورتيكويدز، وسببها ظواهر بسبب زياده الاندروجين اللي هي ماسكولينايزنج افكتس خواص الرجوله. وعشان تاخد الفول مارك لازم تعقب على الاي سي تي اتش نمره 4. واحد يقول لي ليه؟ لان احنا قلنا يوجد نوعان، في اي سي تي اتش ديبندنت بيزيد في الاي سي تي اتش، واي سي تي اتش اندبندنت بيقل. فيبقى المانيفستيشن لطالب فاهم برغم ان الجلوكو كورتيكويدز بس اللي زادت، كان زاد الجلوكو والمينرال والاندروجين، ولازم تعقب على الاي سي تي اتش، يبقى المانيفستيشنز 4. نبتدي بالجلوكو كورتيكويدز يا اولاد، وقلنا تاثيرها المدمر كان على الميتابوليزم، كربوهيدرات بروتين فات. فاكر على الكربوهيدرات؟ كنا قلنا كل حاجه عكس الانسولين كانت بتعمل هايبر جلايسيميا، الانسولين يوطي الجلوكوز، علمتها لكم قاعده، الكورتيزول من اقوى الهرمونات اللي بتزود الجلوكوز، تعمل هايبر جلايسيميا افتر ميل. العيان اللي عنده كوشنج ممكن يوصل الجلوكوز في الدم 200 ملي جرام بيرسنت او دي سي لتر هي بيرسنت، وكده يبقى اتخطى رينال ثريشولد، وفي الحاله دي ينزل في البول، وممكن تديله نوع سوري وحش جدا من الدايبيتس مهبب لانه لا يستجيب للانسولين، اسمه انسولين ريزيستنت دايبيتس ميليتس،
يعني اول مصيبه جت لهذا المريض ان الكورتيزول جاب له سكر هايبرجلايسيميا وسكر انسولين ريزيستنس. انتقل تاني حاجه على البروتين. كنا قلنا الكورتيزول فاكر الجمله بيحطم الانسان جلد سكين ولحم ماسلز وبونز. اتفرج لانه عنده اكسترا هيباتيك كاتابوليزم بيحطم كل حاجه لصالح الكبد. نمسك الجلد، تخيل لما البروتينات بتاعت الجلد تتحطم يبقى الجلد يبقى ثين رفيع جدا، وبعدين وسلايت اور ماينور تروما اي خبطه تعمل لك بروزس وايكوموزس سجعات وكدمات. هوريكم الصوره، الجلد ضعيف جدا ثين ومليان سجعات وكدمات، اي اصطدام في اثناء اليوم يعمل الكلام، حتى والشعر ضعيف جدا ثين هير، والوونز هيل بوردي، يعني الـ 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 لو جرحت في الجلد ما الهيلينج ده عباره عن انابوليزم والكورتيزول كاتابوليك، يبقى الجروح لا تلتئم. نيجي لاهم حاجه، وبيفرقع البروتين كولاجين فايبر في السبكوتينيوس تيشو، فلما تفرقع تدي حاجه فيري كاركترستيك بيربل سترايا، خطوط كده في الابدومن لونها بيربل بسبب الديستراكشن بروتين كولاجين فايبرز. ده كل ده في الجلد. طب نيجي في الماسلز، بيحصل سيفير ويكنس في الماسلز وتبقى بورلي ديفلوب. برضه ما بحبش كلام الانش يا اولاد. يعني ايه سيفير ويكنس في العيان اللي بياخد كورتيزول او اللي عنده كوشينج؟ يعني تصور لو العيان قاعد في وضع القرفصاء، نسميه الني تو تشيست بوزيشن، يعني قاعد كده بقرفص على الارض بس مش حاطط المقعده على الارض، قلنا له قوم. اي واحد فينا ممكن يعمل التمرين ده، يقعد القعده دي ويقوم 50 مره، ينزل ويطلع ينزل ويطلع ينزل ويطلع. العيان ده لا يمكن يقدر يطلع بسبب ضعف العضلات الا بمساعده، تمسك ايده تقومه. ده يوريك الى اي حد الباسلز تبقى ويك. طب نيجي على البونز، يعمل اوستيوبوروزس، ثقوب في البونز. يا نهار ابيض، يعني حطم الانسان جلده ولحمه عظم. مين اكتر عظم بيتحطم؟ قلت لكم الفيرتبري، لانه مفيش بون ديبوزيشن وبالعكس في بون ريزوبشن. اكتر حاجه في الفيرتبري لدرجه الفيرتبري يحصل لها كولابس، واسمع دي بقى للاوائل، والعين يحصل له صاد اللوس اوف هايت. عمرك سمعت عن اسر؟ اللي بياخد كورتيزول بتاع كوشك، العين فجاه يقصر سنتيمترات لانه الفيرتبري ضعف جدا لان فيها اوستيوبوروزيس وحصل صادن لوس اوف هايت. وطبعا الكالسيوم ده بيطلع في الدم. ده لسه ده مش بيحطم بس، مش بيحطم الجلد ولحم وعظم بس، حطم الليمفويد تيشو كمان. يا نهار ابيض، الليمفويد تيشو يعني اذا هينقص الاميونيتي وعليه هينقص الريسبونس تو انفكشن. يبقى اي انفكشن قليل ممكن يقضي عليك لانه بينقص الاميونيتي. نيجي للفات، قلنا بيعمل ايه في الفات بقى يا اولاد؟ بياخد الفات من الاطراف والارداف. عارف الارداف اللي هي التو باتوكس اللي هي منطقه الجلوتير ريجون، بياخد حتى فيها ساجع من الاطراف والارداف ويحطها في الفيس، فيبقى العيان وشه مدور زي القمر، مش جمالا استداره، يسموها مون فيس. وعلى فكره المون فيس دي ليها سبب تاني الاوائل، مش بس ان الفات اتحط في الفيس، ان في اديمة عشان المينرالو كورتيكويدك اكشن، يبقى سببه حاجتين. وبيبقى بليثوريك، هوريكم الصوره، يعني لونه احمر بليثوريك، ويحطه في الترانك فيبقى العيان عنده ترانكال اوبيستي، يعني وشه مدور والترانك كتخين. ساعات هنا في امريكا يسموها اسم سخيف قوي، يقول لك بافلو بادي. ليه بقى؟ لان مش بس بيبقى عنده ترانكال اوبيستي، بيبقى عنده بافلو هام هام، يعني سنم بحرف السين. عارف الجاموسه؟ البافلو عندها في ظهرها سنم، فهو بالظبط بيبقى وشه كمثل القمر استداره وجسمه كمثل الجاموسه وعنده حتى بافلو هام. يبقى ده التاثير. يبقى بص انا بحب اقولها بطريقه لا تنسى،
يبقى العيان على الكربوهيدرات جاله سكر، يا نهار ابيض، ده لوحده مرض خطير، انسولين ريزيستنت دايبيتس ميليتس. على البروتين اتحطم جلد ولحم وعظم، جلد بقى فيري ثين ومليان كدمات وسجاعات والجروح لا تلتئم وفي بيربل سترايا والشعر ضعيف. طب واللحم بقى فيري ويك المسلز، والبونز بقى حصل له اوستيوبروزس، ثقوب في الفيرتبري واتضربت كولابس وصاد اللوس اوف هايت، وحتى الليمفويد تيشو اتحطم ففقد الاميونيتي وبقى عنده فيري ويك ريسبونس للانفكشن. ده لسه يبقى جاله سكر واتحطم وكمان شكله اتلخبط، بقى عنده مون فيس وبافلو بادي. نكمل على السنترال نيرف سيستم. الكورتيزول بيستيميليت السنترال نيرف سيستم، فالعيان يبقى عنده انسومنيا، يعني عنده ارق مش عارف ينام، وزياده في الابيتايت. اوكي، طب نيجي بقى يحصل تشينج في المينتال اكتيفيتي. غالبا نشوف الروعه في الخلق والقلق انها بتبقى في صوره ايفوريا، يبقى العيان مبسوط، وده قدر الهي. في مرض بيحطم الانسان بهذه الصوره، ربنا خلى الكورتيزول يخليه متقبل الامر، دي رحمه من ربنا. ان الكورتيزول لو خدت لك قرص كورتيزول وهو هتعمل كده تحس بايفوريا، لكن خد بالك في عيانين تانيين بقى ده ايفوريا غالبا هي اللي بتحصل، ممكن يحصل له ابتو فرانك، يعني قوي توكسيك سايكوزيس، جنون كورتيزول، بس غالبا بيعمل ايفوريا. ولو سجلت له الاي اي جي هتلاقي عنده البيزك ريزم اكسلريتد، يعني الريزم مش بتاعه سريع، نقص الكورتيزول يبطئ الموجات بتاعه الاي سي جي، زيادته في الكوشنج تزود الريت. كل ده بسبب الجلوكوكورتيكويز اكتيفيتي. يبقى الجلوكوكورتيكويز اكتيفيتي حطينا اربع عناوين: كربوهيدرات، فات، بروتين، ومعاهم السي ان اس. نيجي للمينرالوكورتيكويدز. المينرالوكورتيكويدز اكتيفيتي ان الجلوكوكورتيكويد بيشتغل زي المينرالو، يبقى هيزيد الصوديوم من اصل البوتاسيوم. يعني بنتكلم على الاثنين الاساسيين. زياده الصوديوم انت عارف بتعمل ايه؟ هايبرتنشن، يعني العيان يجي له ضغط. كام في الميه من العيانين؟ في بعض التكس بوكس يكتبوا 80%، وفي البعض الاخر 85% يجي لهم ضغط. طب ونقص البوتاسيوم بتعمل هايبوكاليميا؟ اشرح بقى الثلاثه اللي قلناهم قبل كده مع الالدوستيرونيزم لو في وقت. طب نيجي زياده الاندروجين. هتعمل العيان، تخيل اندروجين زاد، يبقى التاثير هيبقى اسوأ في الفيميل، لان هي اساسا ما عندهاش اندروجين يسكر، فيحصل لها هيرسوتيزم، يعني يزيد الشعر في الفيس والبادي، increased face and body hair، شعر وشها وشعر جسمها يزيد، يطلع لها شنب ودقنه، حاجات مش لطيفة خالص. وأكني اللي هو حب الشباب، لأن حب الشباب بيزيد بالأندروجين وبيقل بالإيستروجين، يجي لها أكني. طب نيجي بقى الاس تي اتش، وده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. ازاي سبوت دايجنوزيس تقدر تميز هل العيان ده اي سي تي اتش ديبندنت عنده الاس تي اتش زايد، ولا اي سي تي اتش اندبندنت عنده الاس تي اتش ناقص؟ من اهم المعلومات يا اولاد قلناها ان الهرمون اللي بيعمل بيجمنتيشن في الانسان والمعادل للبيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون في الحيوان هو الاس تي اتش، اللي بيعمل لنا بيجمنتيشن هو الاس تي اتش. فلو العيان اي سي تي اتش ديبندنت زايد عنده الاي سي تي اتش يحصل له بيجمنتيشن، لو اي سي تي اتش اندبندنت غير معتمد على الاي سي اتش وزياده الجلوكوز على العكس نقصت الاي سي اتش، يبقى العيان عنده بالور شحوب بالعكس. طب نيجي النقطه الثالثه، التست. في تجربه دي في بعض الجامعات يا اولاد، مش كلها بس هنا بيقولوها، وانا بحاول اقول كورس كامل ازاي بنميز الاي سي تي اتش ديبندنت اللي زايد فيها الاس تي اتش المعتمد على الاس تي اتش، والاس تي اتش اندبندنت اللي ناقص فيها الاس تي اتش، بحاجه اسمها ديكساميثازون تيست. دي الديكساميثازون ده عباره عن جلوكوكورتيكويد سينثيتك، يعني جلوكوكورتيكويد مخلط مصنع. تخيل لما انا ادي جلوكوكورتيكويد المفروض يحصل ايه في الاس تي اتش؟ يقل بالنيجاتيف فيدباك. لكن لو كان الاس تي اتش عالي جدا زي في الاس تي اتش ديبندنت، يبقى محتاج جرعات عاليه جدا من الديكساميثازون عشان اوقفه. على العكس لو كان المرض اي سي تي اتش اندبندنت اوريدي الاس تي اتش قليل، يبقى
الاس تي اتش باقل جرعه هينقصه. فده فكره التست. يبقى التست دي بتديستنجويش، بتدي حاجه زي الجلوكوكورتيكويد مصنعه اسمها الدكساميثازون. ليه؟ تو ديستنجويش، عشان تميز الاس تي اتش ديبندنت اللي فيه الاس تي اتش عالي. في هذه الحاله لو اديت لو دوز، اللو دوز او دوزس دو نوت سبريس، نحط لها اس، اللو دوزس عمرها ما هتسبريس، مش هتقلل. بينما اللارج دوزس هي اللي هتعمل سبريشن. يبقى سمول دوزس مش هتسبريس لان الاس اتش عالي، محتاج لارج دوزس. والاوائل الاوائل الاوائل وفي الزملاء التست دي مش فيري سنسيف، لان في بعض يعني انواع الكوشنج اللي سببها السبب الاساسي اللي هو البيتيوتري ادينوما، مش كل الاحوال يعني، بعض البيتيوتري ادينوما حتى لو اديت لارج دوز الاس اتش ما بيقلش. وعاوز اللي بعدها الاوائل الاوائل الاوائل. وفي الاكتوبيك اي سي تي اتش سندروم لما يبقى الاس اتش طالع من اللانج كانسر وتدي دكساميثازون مش هيقل. فعش كده كاتبين يوجوالي هيقل باللارج دوز، مش لازم يوجوالي. اما في الاس تي اتش اندبندنت هي اساسا الاس تي اتش قليل، فهيبقى سبريسد باللو دوزز. ده الاجابه النموذجيه يا اولاد لسؤال الكوشنج سندروم. واقوله تاني في عجاله، تو تايبس فور مانيفستيشنز اند وان تيست. تو تايبس، حب النظام قوي. يا اما اي سي تي اتش ديبندنت بسبب زياده الاي سي تي اتش زاد الجلوكوكورتيكويدز. طب ايه اللي زود الاس تي اتش؟ حاجه من ثلاثه. الاس تي اتش ديبندنت ده اسباب، يا بيتيوتري يا هايبوثالاموس يا من بره الاندوكراينال تيشو، تبقى اكتوبيك اي سي تي اتش سندروم اللي هو جاي من اللانج كانسرز او ممكن من الجاسترونترال كانسرز. طب النوع الثاني اي سي تي اتش اندبندنت، الجلوكوكورتيكويد زاد بسبب الخلل في الادرينال كورتيك، يعني ممكن نسميها برايمري لان الخلل في الادرينال هنا ادرينال ادينوما، او حضرتك بتدي العيان جلوكوكورتيكويدز وفي الاس تي اتش اندبندنت في الحالتين هيقل الاس تي اتش. يبقى تو كوزز، تو تايبس وتو كوزز، ان هو اس تي اتش ديبندنت بثلاث اسباب، بيتيوتري او هايبوثالاموس او تيومر، واس تي اتش اندبندنت بسببين، يا ورم في الادرينال كورتكس او حضرتك اديت جلوكوكورتيكويدز. تو تايبس، النوع الاولاني ليه ثلاث اسباب، النوع الثاني ليه سببين. طب نيجي للمانيفستيشنز للاذكياء فقط. مفروض ان الجلوكوكورتيكويدز هي اللي زايده، اه بس كانما زاد المينرال، لان الجلوكو عندها ويك مينرال كورتيكوز لك اكشن، والجلوكو عمرها ما بتزيد لوحديها، بيزيد معاها السكس هرمونز، فهيبقى في ماسكولينايزنج اكشن. يبقى الطالب ذكي لازم في ثلاث حاجات، وللاوائل لازم تضيف وتعقب على الاي سي تي اتش، هل هو زايد ولا ناقص؟ الان عنده بيجمنتيشن ولا عنده بالو؟ ده الاجابه النموذجيه. طب جلوكو كورتيكويز هتتكلم عليها ايه؟ خد بالك بقى، ده بطريقه لطيفه وبطريقه فيها مزاح شويه. لما تدي العيان كورتيزول، شوف انت عملت فيه ايه؟ جبت له سكر كربوهيدرات، عملت له انسولين ريزيستنت دايابيتس ميليتس، وحطمته على البروتين جلد ولحم وعظم والليمفويد تيشو، فالاميونيتي نقصت، ولخبطت شكله على الفات، بقى وجهه مستدير لسبب ان الفات ساب الاطراف والارداف، راح الوجه ومعاه اديمه، وشه احمر بليثوريك، وخليت جسمه ترانكال اوبيستي وزي الجاموسه، عنده بافلو هام. يبقى جبت له سكر وحطمته جلد ولحم وعظم وقللت الاميونيتي ولخبطت شكل لسه. تعالى على السي بي سي ان اس دي، تقولها اللي هي انسومنيا، مش عارف ينام لكنه مبسوط وفي زياده في الابيتايت، على المينرال كورتيكويدز في 80 ل 85% بسبب الاحتفاظ بالصوديوم، جبت له ضغط، يا نهار ابيض. وبعدين على الماسكولينايزنج افكت، لو كان ست بتديها كورتيزول، طلعت لها شنب ودقن، زودت الفيس والبادي هير هيرسوتيزم، جبت لها حب شباب. طب نيجي الاس تي اتش، لو كان الاس تي اتش زايد زي في الاس تي اتش ديبندنت يبقى بيجمنتيشن، ناقص يبقى بالو. قلت لك بطريقه طريفه عشان ما تنساهاش كوارث الكورتيزون. العيال اللي بياخد كورتيزول يا اولاد، دونت ايفر فورجيت ذيس، اللي بياخد كورتيزول بتجيب له سكر وضغط. ده اللي عنده سكر بيقول انا صاحب مرض، اللي عنده ضغط بيقول انا صاحب مرض. انت حضرتك جبت له سكر وضغط نمره اتنين، وحطمته جلد ولحمه وعظم، ولخبطت شكله مون فيس، وخليت جسمه زي الجاموسه لكن الاطراف رفيعه،
وبعدين لو ست عملت لها هيرسوتيزم شنب ودقن واكني فورميشن، وحسب النوع هل هو اس تي اتش ديبندنت، اس تي اتش زايد هيبقى بيجمنتيشن، ناقص هيبقى عنده فلو. اوعى تنساها، ضغط وسكر وحطمته جلده لحمه عب ولخبطت شكله في الفات وقللت المناعه بتاعته وبعدين جبت له ضغط، قلنا ضغط وسكر وحطمته جلده لحمه عب ولخبطت شكله، وفي نفس الوقت قلنا لو ست بيحصل لها شنب ودقن واكني، وفي نفس الوقت قلنا يا اولاد يا بيجمنتيشن يا اما فلو. والتجربه نمره 3 اسمها ديكساميثازون اللي هو عباره عن جلوكوكورتيكويد، فبالنيجاتيف فيدباك يوقف الاس تي اتش لو كان قليل، لو كان اس تي اتش اندبندنت، لكن لو كان الاس تي اتش عالي ما يوقفوش، محتاج لارج دوزز، وساعات حتى ببعض انواع البيوتر ادينوما اللي هي اهم سبب ما يوقفش، او لو كان الاس تي اتش جاي من بره اكتوبيك اي سي تي اتش. طيب ننتقل ليه ادرينوجينيتال سندروم يا اولاد، ادرينوجينيتال سندروم هنا بقى طلع يعني الخلل في الزونا ريتيكولاريس، في تيومر في الادرينال كورتكس غالبا في الزونا ريتيكولاريس، لان قلنا برضو ان الزونا الفاسكولاتا ممكن تطلع سكس هرمونز، طلع اكسس اندروجين، هو في الاغلب بيطلع اندروجين، خلاص اندروجين. يبقى هنا ليه سموا المرض ادرينوجينيتال؟ عامل لك رسمه طريفه عشان تفهم، الادرينال كورتكس اثرت على الجينيتاليا فيسموا المرض ادرينوجينيتال سندروم. يبقى هنتكلم عليه في ثلاث نقاط، الكوز. يبقى النهارده رقم الساعه 3، خدنا الكوشن في ثلاث نقط، كوزز ومانيفيستيشنز دايجنوزز، نفس الكلام هنا، كوزز ودايجنوز وافكتس. المينرال وخدنا ثلاث انواع من المينرال وثلاثه افكتس، رقم الساعه النهارده 3 يا اولاد. كوز تيومر في الادرينال كورتكس، طلع سكس هرمونز، معظم السكس هرمون طلع من الادرينال كورتكس تبقى ايه؟ اندروجين. طيب الدياجنوزيس بتاع الامراض كلها اللي جايه، الاندروجين نورمالي حضرتك بتنزل 15 مللي جرام 17 كيتو ستيرويد في اليورين بير داي، تحفظوا صم. وحضرتك لان بقى ما فيش تستيكولار اوريجين، بتنزلي 10 مللي جرام جايه بس من الكورتكس، الميلي بينزل كتير جايه من الكورتكس والتسكل، انما في الفيميل جايه من الكورتكس بس بتنزل 10 مللي جرام بير دي. ففي الامراض دي كلها ال 17 كيتو ستيرويدز ان يورين بيزيد 10 ل 15 تايمز، حتى الاعداد لذيذه في الحفظ، يعني نورمالي الفيميل بتنزل 10 مللي جرام في اليوم والميل 15 مللي جرام في اليوم. طب لما بيحصل المرض ده بيزيد كم مرة نفس الرقمين؟ بصدفة جميلة، الفيميل بتنزل 10 ملي جرام والميل بينزل 15، في الأمراض دي بيزيد 10 ل 15 تايمز ال 17 كيلو ستيرويدز. طب نيجي للإفكتس الأمراض، قال لك الأمراض دي بانز على الإيج وعلى السكس، على العمر وعلى الجنس. طيب نشوف، احنا اخترنا أشهر ثلاث أمراض هنا، وانا عارف في بعض الجامعات ما بيشرحوهاش خالص الادرينوجينيتال سندروم، بس انا بغطي كل الجامعات هنا وهناك، هناك في جامعات كتيره بتشرح في البلاد العربيه. ناخد اول مرض، لو زاد الاندروجين في الفيميل وهي جنين في الانترايوتراين لايف، ما انت قلنا المرض بيعتمد على الايدج والسكس، فالايدج هي لسه جنين في الانترايوتراين لايف والسكس فيميل، ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف، هتتحور الأعضاء الخارجية بتاعتها بصورة ذكرية. يعني ايه؟ يعني التوليبيا ميجورا الشفرتين دول هيكبروا ويبقى شكلهم كأنهم open scrotum، معلش الكلام ده بس عشان تفهم، كأنهم scrotum مفتوح، والكليتوريس اللي هو البذر هيكبر بالأندروجين، هيبقى شكله زي البينس، حتى يسموه hypospadic penis، هنبقى ناخده في الجراحه، تاخدوه في الجراحه. اشهر ابنورمالي البينس في الميل ان البينس يبقى متني واليوريثرا ما تفتحش في التوب، تفتح على الاندر سيرفس، فيسموه هايبوسبيديك بينس. في هذا المرض الكليتورس بيكبر ويبقى شكله زي مش البينس العادي، الهايبوسبيديك بينس الاوائل. طيب
بالله عليك بص للرسمة. يبقى انت لما يتولد البيبي ده شايف المنظر ده، شايف حاجة زي السكروتا مفتوح والكليتورس عامل زي البينس، يبقى تقول على الشخص على البيبي ده ايه؟ اقول عليه ولد طبعا، بينما هو في حقيقة الامر بنت. ده واحد من اهم الاسئلة بعلمها لك يا اولاد، هو بنت ولد تبعا لايه؟ ده سؤال بره الموضوع. يعني نحدد ده ذكر ام انثى ازاي؟ طريقتين لا ثالث لهم في العالم. الجينيتك كونستيوشن، لو اكس اكس تبقى بنت، اكس واي تبقى ولد. وتاني حاجه الجونادز، لو في اوفيريان تيشو تبقى بنت، تستيكولار تيشو تبقى ولد. ده سؤال بره القصه، كيف نحدد الذكر من الانثى في الحياه؟ مش باللبس، مش بالشكل، مش بالمنظر، بحاجتين، بالجينز اكس اكس بنت اكس واي ميل، وبالجونادز اوفيريان تيشو بنت تستيكولار تيشو ميل. طب ايه رايك في البيبي ده بقى؟ خد بالك احنا مش شايفين الكلام ده، الكلام ده محدش شايفه. دي 100% بنت، نقسم باغلظ الايمان انها بنت لانها اكس اكس لو عملنا لها الجينات وفي عندها اوفيريان تيشو، لكن المظهر الخارجي تبدو كانها ولد. يعني هي بنت 100% بنت، انما بره شكلها كولد. فيسموا المرض سودو هيرمافرودايت، يعني سودو يعني كاذب، هيرمافرودايت اللي هو الكائن الخنثى. واحب احكي لكم القصه يا اولاد. ايه قصه الهيرمافرودايت؟ جت منين؟ هيرمافرودايت اللي هو الكائن الخنثى اللي عنده اوفيريان تيشو وتستيكولار تيشو، ده ترو هيرمافرودايت. جاب منين الكلمه؟ جاب من اسطوره عند اليونانيين، قالوا ان افروديت الهه الجمال وهرماخس اله القوه اتجوزوا، هرماخس اله القوه اتجوز افروديت الهه الجمال. فالاسطوره قصه خياليه بتقول انه خلفوا اطفال مش زينا بقى، مش اطفال طبيعيين، يشتغلوا كذكور لان عندهم ستيكولار تيشو وكاناث لان عندهم اوفيريان تيشو. دول ترو هيرمافروديتيزم. وفي المعلومات العامه طالب يسالني في الدنيا في ترو هيرمافروديتيزم؟ اه، بس عددهم قد اصابع اليد الواحده. وانا بقول ربما اليونانيون اتشنكلوا في حاله ولا اتنين من دول، فاعزوها لجواز الالهه القصه بتاعتهم هرماخس وافرودايت. عشان كده بقى كلمة هيرمافرودايت اللي هو ناتج جواز هرماخس وأفرودايت إله القوة وإلهة الجمال، يبقى الشخص اللي هو ولد وبنت اللي هو بنسميه احنا خنثى، ترو هيرمافرودايت. طب احنا الوضع اللي عندنا مش كده، البنت نقسم بأغلظ الإيمان إنها بنت. ليه؟ حسب الحاجتين اللي قلناهم، لأن الجينيتك كونستيوشن إكس إكس، وفي نفس الوقت الجونادز بتاعتها أوفيريان تيشو، لكن الجينيتاليا اللي ملهاش قيمه بره شكلها زي الولد، الليبيا شكلها زي السكروتم، والكليتوريس شكله زي البينس. واقول لك حاجه، دي احنا هنشيلها بعمليه جراحيه تافهه في 10 دقائق، نشيلهم ونرجعها بنت. عشان كده سموها سودو هيرمافرودايت، فيميل سودو هيرمافرودايت. انا بقول لكم بقى الديفينيشن بطرق لا تنسى يا اولاد. ما هو تعريف الفيميل سودو هيرمافرودايت؟ فيميل بيبي هاز، خد بالك 3 جي يا اولاد، 3 جي، الجينيتك كونستيتيوشن التركيب الجيني والجونادز اوفا فيميل بات اكزيبيتس ذا جينيتاليا اوفا ميل. يبقى الجينيتك كونستيتيوشن والجونادز اللي هم الاساسيين في تحديد الجنس هم فيميل، هي فيميل، لكن الجينيتاليا اللي ملهاش قيمه شكلها زي بتاعه الميل. ادي تعريف الفيميل سودو هيرمافرودايت. يبقى بيبي فيميل بيبي عندها جينيتك كونستيتيوشن وجونادز اوف وان سكس وجينيتاليا اوف ذا اوبوزيت سكس 3 جي. نيجي تاني مره بقى، احنا قلنا التاثير بيعتمد على العمر وعلى الجنس، فالجنس هنا ميل والعمر قبل البلوغ بري بيوبر. ولد عنده 4 سنين خلاص، الولد ده طلع عنده اندروجين كتير وهو عنده 4 سنين، يبقى ايه اللي هيحصل له؟ الولد ده هيبلغ وهو عنده 4 سنين. يعني بص، يلاقي الطفل عنده 4 سنين عنده بلوغ، وفي نفس الوقت وجسمه كبر وهو 4 سنين. اهو هوريك الصوره عشان ما تشوفوها، مش
قادر اتعدل بقى ليه كده؟ طيب معلش معوجه شويه بس يعني اهو. تصور ده طفل عنده 4 سنين، الصوره دي شايف البينيس بتاعه دي، يبقى طفل هيبلغ هو عنده 4 سنين، يبقى حصل له بريكوشيس بيوبرتي. بريكوشيس بيوبرتي يعني بلوغ قبل الميعاد. سودو يعني كاذب. ليه كاذب بقى؟ هقول لك ليه كاذب. لانه هو حصل له بريماتور فيرتلايزيشن، خواص الرجوله بقى عنده عضلات وشنب ودقن واوفر جروث رابيد جروث والبينس كبير وكل حاجه، بس ما يخلفش. But does not produce sperms. ليه بقى؟ لان لما يزيد الاندروجين، فكر معايا، من الادرينال كورتكس بالنيجاتيف فيدباك يقلل الجونادوتروبينز، فالجوناد ما تشتغلش. فعشان كده هذا البيبي does not produce sperm. عشان كده سموه precocious pseudo puberty، يعني بلوغ قبل الميعاد. precocious يعني قبل الميعاد، بس كاذب مظهرا وليس جوهرا. عنده premature fertilization يعني خواص الرجولة، كبر لكن does not produce sperm، ما بيطلعش sperms. فعشان كده قالوا عليها سودو. وريتكم الصورة. طب نيجي بقى المرض الثالث والأخير هنا. قول لي الجنس ايه؟ فيميل. والايج ادلت. بنت ادلت طلع لها ورم في الزون ارتيكولاريس، قدر احمق الخطى، طلع عندها اندروجين كتير وهي بنت. فمن امست فتحيه اضحت واصبحت فتحي. طب تعال نشوف مرض يسموه فيريليزم، استرجلت او ماسكولينيزيشن اللي هي خواص الذكوره. انا مش هشرحها لكم يا اولاد في 6 نقاط، ولسهوله الحفظ هنخلي كل نقطتين مع بعضهما. خدت اول 2 في الهيدا النك. تخيل واحده بنت كبيره شابه طلع عندها اندروجين، يبقى يزيد الفيس والبادي هير. الفيس يبقى عندها شنب ودقن، والبادي هير يزيد، وحتى البيوبيك هير بتبقى زي الولاد، بتبقى مثلث كده طالع ناحيه الامبرايكس. ان ميبي بولدنس، ممكن تصلع. ليه بقول ممكن تصلع مش لازم تصلع؟ لان الصلع معلومات عامه يحتاج الى شيئين. لازم يبقى في اندروجين. طب هي دلوقتي عندها اندروجين، بس لازم في حاجه تانية، الجينز الهيريديتري فاكتور، العامل الوراثي. يبقى عندها العامل، يعني لو اخوها اصلع تصلع، لكن مش لازم تصلع. عشان كده قلنا زياده الفيس والبادي هير لازم، الاندروجين هيزود الفيس والبادي هير. لكن الصلع ده يحتاج حاجتين، اندروجين ويحتاج في نفس الوقت صفه وراثيه. طب هي عندها اندروجين كتير، بس يمكن ما عندهاش الصفه الوراثيه. عشان كده الاوائل يكتبوا مي بولنس، ربما صلع. ننزل في الهيدا نيك برضو، اللارينج بتاعتها تكبر، يبقى ديبنج اوف فويس، صوت تخين، تبقى صوت عشان راجل. ومي بي اكني، يحصل لها بحب الشباب، لان قلنا برضو الاكني مش لازم، مش كل الولاد عندهم اكني. يبقى ده حاجتين في الهيدا نيك، زياده الفيس والبادي هير، ومي بولنس، deepening of voice بسبب enlargement of larynx وthickening and elongation of vocal cords. الفوكال كوردز تخنوا وكبروا ومي اكني. نيجي الجسم بقى، عندها increased muscle bulk، فتحيه بقى تشيل اثقال، لان المصل بقى زي الولاد. والفات ديستريبيوشن لايك ايميل، الفات بتاعها زي الذكر، الديستريبيوشن بتاعها. بص معايا هوريك حاجه لطيفه قوي. ايه رايك في الرسمه دي؟ لما ارسم انجلز زوايا، يبقى الرسمه دي ده شكل ولد، مع اني مش راسم اي تفصيلات فيه. لكن لما ارسم راوندد كونتور، يعني حاجات كده منحنيات كده دواير، يبقى دي غالبا بنت. بقي حتى اقولها لكم في ايماءة غير مهذبه من الولاد، لما يجي ولد يتكلم على بنت يعمل لك خلاص فهمت انه بيتكلم على بنت. يبقى هو بيتكلم في فيسيولوجي ان الراوندد كونتور ده بتاع البنات. الفات بقى يبقى بدل ما هو راوند الكونتور مديها انوثه، يبقى زوايا زي الرجال. يبقى ده الفات ديستريبيوشن. ناخد اخر 2 مع بعض يا ولاد. كل الاعضاء التناسليه بتاعتها بتكبر بالايستروجين، دلوقتي زاد عندها اندروجين، اندروجين، يبقى يحصل اتروفي، ضمور في اليوترس، في الرحم والبريست. بس مين العضو الوحيد اللي يكبر؟ اللي هو بيحب الاندروجين.
اللي هو ممثل للبينس في الفيميل اللي هو الكليتورس، يبقى كله يصغر ما عدا الكليتورس تكبر. طب ولما اليوترس يحصل له اتروفي اللي هو المكان اللي بيحصل منه الحيض، يبقى يحصل لها البنت امينوريا، يعني يتوقف الحيض. يبقى خدت لكم طريقه لطيفه قوي اتنينات يا اولاد. يبقى زاد الفيس والبادي هير خلاص، ومي بولدنس، ديبنينج اوف فويس، ومي اكني. وبعدين خدنا اتنين في الجسم، الماسل بالك زادت والفات بقى ديستريبيوشن لايك ايميل انجلز، يعني فتحيه بتشيل اثقال وبقت فتحيه زوايا، كلها زوايا بقى، مفيش الراوند الكونتور. وبعدين كل الاعضاء التنسويه 5 مع 6، ضمره اليوترس والبريست ما عدا الكليتورس كبر، وضمور اليوترس ادى الى توقف الحيض امينوريا. فين السؤال اللي يسقط يا اولاد الشافوي؟ يقول لك تشخص الفيريزم ازاي؟ لو قلت له بالست حاجات دي نسقطك، لان الست حاجات دي ممكن تحصل في امراض اخرى، كلهم يتشاركوا في امراض اخرى. عشان تشخص فيريزم ماسكولينيزيشن في حاجه واحده اللي قلناها في الاول يا اولاد، ان مفروض الفيميل بتنزل 17 كيتو سترويدز ان يورين في اليوم كام؟ 10 ملي جرام في اليوم. زيادة ال 17 كيتو ستيرويد ان يورين 10 to 15 تايمز، ده الحاجة الوحيدة اللي بيشخصوا بيها. وأقول لكم معلومة طريفة يا أولاد، إنه في الأولمبياد لما بنت بتاخد أندروجين عشان تبقى قوية وتفوز بالجائزة الميدالية الذهبية، كل بنت تاخد الميدالية الذهبية لأنك تكون واخدة أندروجين يقول لها ادينا من فضلك عالي البول، شوفوا البول بتاعها، ده تكون واخدة أندروجين بقت راجل، يشوفوا ال 17 كيتو سترويد ان يورين بتاعها لازم يبقى 10 ملي جرام، لو زايد يبقى دي واخده اندروجين، يبقى دي تشطب من السباق. هوريكم صوره الكوشنج يا اولاد برضو، ايه القصه دي؟ كان المفروض اثبت القصه. ده الكوشنج، شايف الاطراف والارداف رفيعه وعندها مون فيس اهو، يبقى انتوا بقى اعدلوا الصوره، مون فيس وبافلو بادي. وبعدين بص في وشها بقى فيه الاحمرار ده اللي هو الريد تشيك زي مكتوبه عندها. وبعدين بص على البيربل ستراي اهي، تحت بطنها في البيربل ستراي، والعضلات بتاعتها طبعا مش ويل ديفلوب، والجلد بتاعها مليان اكيموزس ومليان سجاعات وكدمات، والوونز لا تلتئم، بور ووند هيلينج ده. وهوريك بقى الستراي، لان الستراي دي البيربل ستراي دي مهمه جدا يا اولاد اهو. اتمنى تشوف اللون، شايف الستراي لونها بيربل ازاي في العينه اللي عندها كوشنج دي؟ صوره حقيقيه، لان الاستراي العاديه في الانسان اللي بيتخن وبعدين يخس بتبقى لونها ابيض وايت، انما دي بتبقى فيري سترينج لونها زي ما انت شايفها كده، بيربل بيربل ان كلر. طيب يبقى تاني احنا قلنا السؤال الادرينوجينتال اللي هو سالب مرض خدناه النهارده، قلنا هتكلم عليه في ثلاث نقاط. سبب ورم في الادرينال كورتكس بيطلع اساسا اندروجين، التشخيص زياده ال 17 كيتو ستيرويدز، الاعراض تعتمد على الايج والسكس. خدنا مره في ميل وهي جنين بقت شكلها كائن خنثى، بس هي مش خنثى، هي في ميل بس الاعضاء الذكريه، بس الاعضاء الخارجيه تبدو كاعضاء ذكريه، فسموه سودا هيرمافرودايت. قلنا ولد قبل البلوغ زاد عنده الاندروجين بلغ، بس بلوغ كاذب، كبر وحصل له فيرلايزيشن بس ما يقدرش يخلف لان مفيش سبيرم، فسموها بريكوشيس سودو، سودو يعني كاذب بيوبرتي. بنت كبيره أضل طلع عندها اندروجين، حصل لها مرض الاسترجال ماسكولينيزيشن، السته اللي خدناهم هدى النك حاجتين، الشعر والصوت والجسم حاجتين، الفات والماسلز، وبعدين الاعضاء التناسليه ضمرت وحصل الامنوريا ما عدا الكليتوريس. والتشخيص يا اولاد اهم حاجه في الام اس كيو في الشفوي بال 17 كيتو ستيرويدز. طيب انتقل بقى المرض اللي هو بالعكس نقص، النقص ده هناخد لوحه واحده مش ثلاث لوحات زي هنا، وبعدين ندخل على الادرينال مظله باذن الله. الادرينال انسفشنسي يعني لو الادرينال كورتكس ما طلعتش الهرمونات، وقلنا ده تموت within days to two weeks لو توقفت الادرينال كورتكس، لانها essential for life، وما ادناكش جلوكوكورتيكويدز ومينرالوكورتيكويدز يعني بديلا عن اللي ما بيطلعوش جوه، يتوفاك الله انا قلتها اهو، في غضون ايام لماكسيموم اسبوعين من كولابس وشوك. قلنا ان الادرينال انسفشنسي ثلاث انواع،
يا برايمري لو الخلل في الادرينال كورتكس. طب ممكن هي ما بتشتغلش ليه؟ علشان البيتيوتري ما بتشغلهاش، ما بتطلعها لهاش اي سي تي اتش، يبقى سكندري ادرينال انسفيشنسي، يبقى العيب هنا في البيتيوتري. وعلى فكره ده الموست كومون تاني، يعني الظاهر البيتيوتري في الكوشنج انها بتطلع اي سي اتش كتير، ده كان اهم سبب للكوشنج. انها ما تطلعش اي سي تي اتش ده اهم سبب للادرينال انسفيشنسي. او ممكن العيب في الهايبوثالاموس، ما بتطلعش كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون، فيسموها تيرشري ادرينال انسفيشنسي. يبقى الادرينال انسفيشنسي ثلاث انواع يا اولاد: برايمري لو العيب في الادرينال كورتكس، سكندري لعيب في البيتيوتري، تيرشري عيب لحاجه ثالثه، لا ادرينال كورتكس ولا بيتيوتري، انما ثالثه تيرشري في الهايبوثالاموس. مين الموست كومون بتاع البيتيوتري؟ وثانك جاد ان السكندري والتيرشري دول مايلدر. ليه؟ اخف، هنعرف. انما بتبقى الكارثه لو كانت برايمري، عشان كده هو ده اللي هندرسه، برغم انه مش هو الموست كومون، ان العيب في الادرينال كورتكس، ان ده الاخطر يا اولاد وان كان الاقل شيوعا. وده للزملاء الاصغر سنا، انا عارف في ناس كتير مش عارفه دي، هو ده اللي يسموه اديسون ديزيز. يعني مش اي ادرينال انسفيشنسي نسميها اديسون، لو العيب في الادرينال كورتكس تبقى اديسون، انما العيب في البيتيوتري سكندري او في حاجه ثالثه الهايبوثالاموس تيرشري نسميها ادرينال انسفيشنسي مش اديسون. اديسون فقط لو كانت برايمري ادرينال انسفيشنسي. مين الموست كومون؟ السكندري. طب ليه بندرس البرايمري؟ لانها هي الاخطر زي ما هنفهم. زمان كان سببها السل يا اولاد، تي بي. النهارده اهم سبب لان الادرينال كورتكس تبقى ديسترويد وما تشتغلش اوتو اميون ديزيز، ده في 80% من الحالات النهارده، لان السل تراجع جدا، عرفنا نعالجه، او تيومر يا اولاد. نشرح بقى الاديسونز ديزيز. في الاديسون ديزيز ات از جريدد، يعني متدرج، جراديوال هايبوكورتيسيزم، يبقى الكورتكس بطلت تشتغل وعليه بالنيجاتيف فيدباك. لما ما يطلعش كورتيزول يزيد الاس تي اتش، اصل ليه انت مالي بنعقب على الاس تي اتش؟ عشان ده بيعمل بيجمنتيشن. يبقى توقف متدرج وبدرجات للكورتكس. نيجي المانيفستيشنز، يبقى هنا واضحه، يبقى مفروض ان مفيش جلوكوكورتيكويدز ومفيش مينرالوكورتيكويدز. طالب هيقول لي ومفيش سيكشوال هرمونز، ليه ما حطيتش عنوان مفيش سيكشوال هرمون؟ فكر فيها، لان السيكشوال هرمون بتوع الزون ارتكولاريس يعني ما لهمش قيمه في الفيميل، ده بيطلعوا اندروجين، هي اساسا مش عاوزه اندروجين، وفي الميل الاندروجين بيطلع اساسا من التستكد، عشان كده ما حطيتش العنوان ده، قلت نقص المينرالو ونقص الجلوكو. وبعدين حطيت العنوان الثالث اللي هو الاس تي اتش زايد، لان هيحصل بيجمنتيشن. نيجي المينرالو، نقص المينرالو يعمل ايه بقى؟ دي عاوزه طالب يفكر. بالعكس يا اولاد، المينرالو كورتيكويدز كانت بتزود الصوديوم وتنقص البوتاسيوم والهيدروجين، ما تلخبطش. المينرالو بيزودوا الصوديوم ويرموا بوتاسيوم وهيدروجين، طب هما مش موجودين، المينرالو ناقصه، يبقى الطالب ذكي العكس، يبقى الصوديوم اللي كان مفروض يزيد يقل الصوديوم، والبوتاسيوم والهيدروجين كان مفروض يترموا يزيدوا. طب لما الصوديوم يقل رميت ملح، قلنا ايه اهم حاجه بتاثر في الضغط؟ الملح. يبقى العيان هيجي له هايبوتنشن، ودي يسموها اولاد كارنال ساين. عارف يعني ايه كارنال ساين؟ يعني مش ممكن اشخص اديسون من غير ما يبقى العيان عنده هبوط في الضغط. اقول لكم حاجه مش عليكم للزملاء الاصغر سنا، لازم يبقى السيستوليك اقل من 100، السيستوليك اللي هو 120 يبقى تحت 100. لو قست في عن سيستوليك لقيته فوق 100 يبقى ده مش اديسون. هقولها حتى الانجليش، البلاد بريشر اباف 100 اكسكلودز اديسون. لو قست ضغط عين لقيته فوق 100 يبقى ده مش اديسون، لازم يبقى فيها بوتنشال. ومن كتر نقص الضغط يبقى مجهود القلب قل، يبقى عندنا سمول هارت، ده هارت صغير لانه ما بيعملش مجهود، ما فيش ضغط قصاده، فيبقى سمول هارت. وبعدين طبعا لما نفقد الصوديوم بنفقد الميه معاها، فيبقى الاكسترا سيلولار فلويد قليل. طبعا من كتر الهايبوتنشن ايفينشولي العيان لو سبته ما اديتوش ادويه هيحصل له شوك وكولابس وديث، قلت في ظرف ايام لتو ويكس.
وما تنساش العيان بيبقى عنده دايريا كمان، لانه الالسروم ما بيحتفظش بالصوديوم بس في الكيدني، بس في الكيدني فاكر كان تاني ملعب بيحتفظ بالصوديوم في الجي اي تي في القولون اللاست بارت، فالعيان يجي له دايريا يبقى فقد ميه في البول حصل له هايبوتنشن، فقد ميه في القولون حصل له دايريا، نقص الجلوكورتيكويدز. احنا قلنا الجلوكوكورتيكويدز من اسمها حتى جلوكو بتزود الجلوكوز، فاكر في الكوشن كان بيحصل له انسولين ريزيستنت دايابيتس ميليتس هايبرجلايسيميا كانت بتوصل 200، هنا بالعكس مفيش جلوكوكورتيكويدز، يبقى الانسولين يبرطع لوحده بقى الانتي انسولينيك مش موجود، يبقى يحصل هايبوجلايسيميا. فاستنج لو العام ما كلش، شوف كلام ما فيهوش هزار، مش هايبوجلايسيميا نقص السكر، لو ما كلش هيحصل له فيتال هايبوجلايسيميا يموت، لازم عنده طول النهار ياكل طول النهار ياكل عشان يمنع الانهيار في الجلوكوز. فيتال هايبوجلايسيميا تحصل في الفاستنج، هذا العام غير مصرح له بالصيام. نيجي على الفات والبروتين، كورتيزول كان بيعمل لايبوليسيس بيموبيلايز الفري فاتي اسيدز، وكان بيعمل اكسترا هيباتيك كاتابوليزم بيكسر البروتين فبيطلع امينو اسيد. طب دلوقتي لا في تكسير في البروتين ولا في تكسير في الفات، يبقى لا في فري فاتي اسيد ولا في امينو اسيد، يبقى في ديكريزد انرجي موبيلايزيشن، ما الحاجات دي اللي بتدي الطاقه، فيش طاقه. وعليه بص بقى هيحصل ايه، سيفير ماسل ويكنس، يبقى ماسل ويكنس رهيب بسبب ان مفيش انرجي موبيلايزيشن، مفيش حاجه، لا في فري فاتي اسيد ولا في امينو اسيد ولا في جلوكوز اهو، وكمان الضغط واطي جدا. تخيل واحد لما بيقوم الصبح يلاقي نفسه همدان كده، واحد يقول لك اصلي ما فطرتش، يعني ما فيش انرجي موبيلايزنج او انرجي اليمنتس اللي هي الفري فاتي اسيد والامينو اسيد والجلوكوز مش موجودين، انا ما فطرتش عشان كده شعر ان انا همدان. عن تاني يقول لك، او واحد تاني يقول لك انا حاسني همدان الظهر ضغطي واطي. طب العيان ده بقى ضغطه واطي عنده هايبوتنشن وعنده نقص في الجلوكوز ونقص في الفري فاتي اسيد والامينو اسيد، عنده سيفير ماسل ويكنس ولوس اوف ويت. شوف اللي جاي مهم قوي يا اولاد. احنا قلنا هي ليه الادرينال كورتكس اعتبرت اسينشال فور لايف؟ ليه الغده اللي فوق الكليه اسينشال فور لايف؟ لانها انتي ستريس، اهم حاجه بتخلينا نتحمل ضغوط الحياه. ما عنديش ادرينال كورتكس يبقى العيان ده عنده ديكريزد ريزيستنت تو ستريس. عشان كده اني ستريس اوف وات ايفر نيتشر، العيان حصل له انفكشن، حصل له تروما اصابه، حصل له تعرض لضغط عصبي ميكوز كولابس تموته، تصور اي ستريس ده ممكن يموت مع سلايت انفكشنز، فدي مهمه جدا ديكريز ريزيستنت تو ستريس. وبعدين طيب احنا قلنا لما يبقى في الاديسون، مش في اي حاجه، في الاديسون الاس تي اتش الكورتيزول ناقص فالاس تي اتش يبقى زايد، فيبقى العيان لازم يبقى عنده بيجمنتيشن. هتدور عليها ازاي؟ كل جلده فيه ديفيوز سبوتس منقط كده، لان الاس تي اتش هو اللي بيعمل بيجمنتيشن. وبعدين تطور في الكريزيس اوف ذا هاند، يعني في ثنايا الهاند هتلاقي فيه بيجمنتيشن. الجامز اللي هو اللثه هتلاقي فيها بيجمنتيشن. لو العام اتعور اولد سكار هيحصل له بيجمنتيشن. البريشر بوينت النقط، لو انا بكتب طول النهار دايس على كوعي كده ده البريشر لوحده من غير حاجه بيعمل بيجمنتيشن. فالعيان ده بيجمنتيشن دي مهمه جدا. انا هقول حاجه معلكوش بس لطيفه، لما تدخلوا امراض باطنه بيقول لك لازم في خمس حاجات يبقوا موجودين عشان تشخص اديسون، اللي انا عاملهم لك باللون الاصفر هحفظها لك بطريقه لطيفه. لازم العيان يبقى عنده هايبوتنشن وهايبوجلايسيميا وعليه سيفير ماسل ويكنس، ادي ثلاثه، ضغطه ناقص سكره ناقص وعليه ضعيف سيفير ماسل ويكنس، وبعدين داريه وبيجمنتيشن، داريه وبيجمنتيشن، يبقى ده هو الاديسون ديزيز. طيب خد بالك بقى نوتس، العيانه ممكن يبقى عندها ماينور منسترال ديستربنس، ليه ما كتبتهاش انها بسبب نقص الاندروجين؟ دي مالهاش علاقه بالاندروجين، هنا الميسترال ديستربنس سبب الضعف اللي عندها، عشان كده حطيت عنوانين بس، ان مفيش مينرال ومفيش جلوكو، ما قلتش مفيش سكس هرمونز، لان السكس هرمونز اساسا اندروجين. هنا بكتبها كنوتس للاوائل، ماينور ميسترال ديستربنس ده بسبب الضعف العامل عندها. طيب
نيجي السكندري والتيرشري ادرينال انسفيشنسي، هما ما يسموهمش اديسون، ان هنا الادرينال كورتيك ما بتشتغلش عشان ما فيش اي سي تي اتش. للزملاء للزملاء واوائل اوائل، ليه حالات السكندري والتيرشري اللي بسبب نقص الاي سي تي اتش دايركتلي من البيتيوتري في السكندري او بسبب نقص الكورتيكوتروبين ريليسنج هرمون التيرشري في الهايبوثالاموس، ليه الحالات دي بتبقى مايلدر عن البرايمري؟ فكر معايا. الاجابه الاي سي تي اتش اساسا يا اولاد بيأثر في تو لايرز، زونا فاسيكولاتا بتاعت الجلوكوكورتيكويدز وزونا ريتيكولاريس بتاعت سكس هرمونز، لكن لا يؤثر على الزونا جلوميروزا بتاعت مينيرالكورتيكويدز. فلو سبب الادرينال كورتيك وقفت ان مفيش اس تي اتش، الزون بتاعت المينيرالكورتيكويدز شغاله زي الفل، لان الاس تي اتش ده نمره 4 في المؤثرات وويك وضعيف ملوش قيمه، يبقى مش هيحصل بقى الديستربنس في الصوديوم اللي هو كان بيعمل هايبوتنشن وكولابس وديث. عشان كده ما درسناهاش برغم انها الاكثر شيوعا، وده يبين رحمه ربنا ان ربنا خلى المرض المايلدر والاكثر شيوعا. يبقى فهمت ليه بقى لو 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 الادرينال كورتك باظت كلها 3 ايرز كارثه، ان باظ من ضمنها الزونا جلوميرولوجيا بتاعت مينرال كورتكويدز. لكن لو هي سكندري او تيرشري مفيش اس تي اتش، الاير دي ما باظتش انها ما بتتاثرش بالاس تي اتش، التو لاير دول بس. طب هي الاير دي اللي بتموت، لان لما بيحصل هايبوناتريميا لان مفيش الدوستيرون بيحصل هايبوتنشن وبيحصل كولابس. This why دي مايلدر، فربنا خلاها هي الاكثر شيوعا. ده للزملاء وللاوائل الاوائل، مش اي حد. الاديسون لا يطلق غير على البرايمري بس يا ولاد. طيب نيجي بقى اديسون كرايسيس. كرايسيس يعني ازمه. قلت لسه من شويه ان لو العيان اتعرض لديفرنت ستريسز، وقلتها زي تروما اصابه انفكشن عدوى او ثلاثه اي ستريس، ممكن عيان يحصل له الحاله تتفاقم ويحصل له شوك وكولابس وداث. طب والعلاج بقى في الحاله دي؟ لازم تديله كورتيزول 10 مرات قد البيزال ليفل اوف كورتيزول في الجسم، 10 تايمز البيزال جلوكورتيكويدز. ده الاديسونيان كرايسيس. وممكن يحصل في حاله ثانيه عيان بياخد كورتيزول يا اولاد فالاي سي تي اتش بينقص، مش كده؟ مفروض ما يوقفش الكورتيزول فجاه، لان لو وقف كورتيزول فجاه الاي سي اتش اللي جوه مش هيطلع في ثانيه، يبقى فجاه الكورتكس مش شغاله. فلو وقفته فجاه الكورتكس وقفت فجاه كلها، يحصل لك اديسونيان كرايسيس. متشكل من اهم المعلومات في الطب ان العيانين اللي بياخدوا كورتيزول نوقف الكورتيزول تدريجيا، لان لما باخد كورتيزول اخد كورتيزول الاس تي اتش بيقل، فبيحصل ضمور في الادرينال كورتكس. لو انا بطلت كورتيزول الادرينال كورتكس ضامره، مش هتفلارش، مش هتستعيد نشاطها تاني في قاعده، عاوزه تديها فرصه انك تنقص الاس تي اتش، انك انت تنقص كورتيزول فالاس تي اتش يبتدي يتزايد وهي تكبر معاه. عشان كده ايقاف كورتيزول لازم يبقى بصوره جراديوال يا اولاد. ده الادسونيان كرايسيس. طيب نيجي بعد كده ال ايزوليتد الدوسترون ديفيشنسي، ده في بعض الجامعات مش في كلها يا اولاد. فكر فيها، ليه الالسترون ما بيطلعش؟ حاجه من اتنين، يا اما الالسترون قليل يا اما الريسبتور لا تستجيب. عشان كده عندي نوعين. الالسترون قلنا من اهم الحاجات اللي بتطلعه الرينين، يبقى لو في رينال ديزيزس ما بيطلعش رينين، هنا مش بيطلع رينين، ما فيش رينين بيطلع من الكدني، يبقى ما فيش انجيوتنسين 2 ما فيش الالسترون. او الكلى مش بايظه بس في حاجات بتنقص رينين. في الحاله دي يسموا ده هايبو رينينيميك الدوسترونيزم، يعني الدوسترونيزم بسبب نقص الرينين. طب السبب الثاني بقى ان في الدوسترون بس الريسبتور لا تستجيب، يبقى يسموها في الحاله دي سودو هايبو الدوسترونيزم. يبقى الالدوسترونيزم نوعان، يا الالدوسترون نفسه قليل بسبب نقص الرينين اللي هو هايبو رينينيميك هايبو الدوسترونيزم، او بسبب ان الريسبتور لا تستجيب للالدوسترون يبقى يسموها سودو هايبو الدوسترونيزم. طب في الحاله دي بقى ايه الايفكتس بتاع نقص الالدوسترون؟ قلناه اعكس، هيقل الصوديوم فيقل الارتيريال بلاد بريشر،
يزيد البوتاسيوم وانت عارف توابعه الثلاثه، ويزيد الهيدروجين يبقى فيه ميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس ده مرض مهم جدا اللي هو مرض الادرينال انسفيشنسي. تاني نقوله النقاط الاساسيه بس عشان نذكرك، الادرينال انسفيشنسي ثلاث انواع. لو العيب في الادرينال كورتكس نفسها تبقى برايمري، سكندري العيب في البيتيوتري مفيش اس تي اتش تبقى سكندري، لسبب ثالث ان الهايبوثالاموس ما بتطلعش سي ار اتش وعليه البيتيوتري ما بتطلعش اس تي اتش وعليه الادرينال كورتكس ما بتشتغلش يبقى تيرش. مين اكتر سبب قلنا تملي زي في كوشنج؟ البيتيوتري، ولكنه هو المايلدر. طب امتى اسميه اديسون ديزيز؟ لو السبب برايمري. طب لو الادرينال كورتكس وقفت ثلاثة لير، مين اللير اللي يهموني فيها لما تقف؟ يهمني مفيش مينرال ومفيش جلوكو، لكن ما يهمنيش ان مفيش سكس هرمونز، لان اساسا بتطلع اندروجين، والاندروجين ملوش اهميه في الفيميل، وفي الميل في الميل ليه مصدر اخر اهم وهو التيسك. مش كده حطينا عنوانين نقص المينرال ونقص الجلوكو؟ لكن ما تنساش، وفي الحاله دي هيزيد بالنيجاتيف فيدباك الاس تي اتش في العين، هيبقى عنده بيجمنتيشن. يبقى تحط ثلاث عناوين، نقص المينرال واعكس المينرال، كان المفروض يزود الصوديوم ويرمي البوتاسيوم والهيدروجين، فالصوديوم هيقل ودي هتدي هايبوتنشن مميت، يعمل ايفنشال شوك وكولابس، والبوتاسيوم هيزيد والهيدروجين هيزيد، يبقى فيه مايلد اسيدوز. طب نيجي الجلوكورتيكويدز لما تقل، قلنا اهم حاجه الميتابوليزم يا اولاد، افتكروا تاثيرها على الميتابوليزم. يبقى هي اسمها جلوكو عشان بتزود الجلوكوز، لان عكس الانسولين يبقى مش موجوده، يبقى جلوكوز يقل، هايبوغلايسيميا، وممكن يحصل فيتال هايبوغلايسيميا لو العيان صام. طب البروتين والفات، لا البروتين بيتكسر ولا الفات بيتكسر، يبقى مفيش انرجي موبيلايزيشن، وعليه يحصل سيفير ماسل ويكنس ولوس اوف ويت. اوعى تنسى اهم نقطه، اهم نقطه انها انتي ستريس، يبقى في ديكريز ريزيستنت تو ستريس، وزياده الاس تي اتش تعمل بيجمنتيشن. طيب قلت في منسترال ديستربنس دي مالهاش اي علاقه بالزونا ريتيكولاريس بتاعت السكس، ده بسبب الضعف في ماينور منسترال ديستربنس. ليه السكندري والتيرشي اللي هما بسبب نقص الاس تي اتش او السي ار اتش مايلدر؟ لان الاس تي اتش مش مهم على الادرينال كورتكس الزونا جلوميرولوزا، بتشغل الفاسيكولاتا والريتيكولاريس بس. فلو السبب نقص الاس تي اتش يبقى الزونا جلوميرولوزا بتاعت المينرال كورتيكوز شغاله زي الفل، لانها مالهاش دعوه بالاس تي اتش، يبقى مش هيحصل هيبوتنشن وكولابس وديث اللي هو بنسميه بيحصل في الاديسونيان كرايسيس. خلاص. طب هل ممكن لير واحده بس ما تشتغلش؟ اه بتاعه الالدوسترون، ايزوليتد الدوسترون ديفيشنسي، بسبب ان مفيش الرينين اللي بيطلع الدوسترون، او الريسبتور لا تستجيب للالدوسترون، فيسموها سودو هايبو الدوسترونيزم، والثانيه هايبرينيميك هايبو الدوسترونيزم، وبرده العكس، يبقى البوتاسيوم هيزيد هو والهيدروجين والصوديوم هيقل فيحصل هايبو تنشن. انتقل للجزء الاسهل في محاضرتنا وهو الادرينال ميدالا يا اولاد. ادرينال ميدالا نعرف عليها 10 نقاط سهله، وهي قراءه جديده في صفحات قديمه خدناها في الاوتوراميك، فاللي سمعني في الاوتوراميك هيلاقي الموضوع سهل جدا، ما سمعنيش بيسمعني اول مره. أول معلومة عن الأدرينال ميدالا، عد معايا، هي موديفايد سمباثيتك جانجليون، وده سؤال في الام اس كيو. هي سمباثيتك جانجليون محورة، يعني وأنت جنين الأدرينال ميدالا كان الجانجليون، لها بري جانجليونيك اللي بشاور عليه اللي هو الجريتر سبلانكليك نيرف، ولها بوست جانجليونيك. بحب النظام قوي. حدث التحوران في البوست جانجليونيك، مين اللي تحور مش البري؟ البوست. فقد الاكسون. خلاص؟ الاكسون فقده. وتحور النيرون بتاع البوست جانجليونيك الى سكريتوري سيلز تطلع ادرينالين ونور ادرينالين. يبقى تاني، يبقى اول نقطه في العشره، من هي الادرينال ميدالا؟ موديفايد سمباثيتك جانجليون. سمباثيتك جانجليون محوره. حدث التحوران فين؟ في البوست جانجليونيك اللي هما اثنين، فقد الاكسون، عشان كده في بعض الكتب يسموها تيلس جانجليون. في بعض الكتب يقول لك تيلس جانجليون، ملهاش ديل. و
وتحور البوست جانجليونيك نيرون لسكريتوري سيلز تطلع ادرينالين ونور ادرينالين. دي النقطه الاولى. ولا النقطه الثانيه مين الهرمونز عارفينها في الاوتولوميك؟ الطلبه الممتازين يقول لك كاتيكولامينز اللي هما مين؟ ابينفرين اللي هو الادرينالين، هنا بيسموه ابينفرين. ليه بيسموه ابينفرين يا اولاد؟ لانه طالع من فوق الكليه، من فوق النفرون، وحدات الكليه اسمها نفرون. ابي يعني فوق، مش كلمه ابيثيليوم في الهيستولوجي. ابي يعني علوي وثيليوم يعني خليه، خلايا علويه. عشان كده تملي الابيثيليوم بتلاقيها في الهيستولوجي اعلى حاجه، خلايا علويه. فهنا هو طالع من فوق النفرون، فعشان كده يسموه ابينفرين. والتاني ما هواش ابينفرين، مختلف عنه، فعشان كده يسموه نور. نور يعني لا، ما هواش ابينفرين، نور ابينفرين، من قاعده نايذر نور. ده اصل التسميه يا اولاد. يبقى الاوائل لما يسالوهم بيطلع ايه الاديه مضله، يقول لهم كاتيكولامينز اللي هم مين؟ ثلاثه. الاوائل يقولوا ثلاثه، ابينفرين 80% في بعض الكتب بيكتبوها 90 اعتبرهم ان صح، ونور ابينفرين 20 في البعض الاخر 10. يعني هنا 80 ل 90 حسب المصدر، وهنا 10 ل 20 نور ابينفرين وفيري سمول دوزز اوف دوبامين. ده الطلبه الممتازين يقولوا بتطلع كاتيكولامينز، ابينفرين 80 90%، نور ابينفرين 10 20% اند سمول دوزز اوف دوبامين. اما للزملاء والاوائل الاوائل فهي بتطلع كمان غير الكاتيكولامينز الثلاثه اوبيويد بيبتايدز، حاجات شبه الاوبيويد، شبه المورفين. دي بتطلع منين بالظبط؟ من الابينفرين كونتيننج سيلز، من الخلايا اللي بتطلع ابينفرين. مين اكتر واحد بتطلعه؟ ميتا انكفالين، هناخده مع السي ان اس باذن الله. ميتا انكفالين حاجه كده بيعمل تخدير للانسان، وده داز نوت كروس البلاد برين بارير. يعني هو موجود اساسا في البلاد برين بارير، بتطلعه البرين بيطلعه عنده، انما الميتا انكفالين اللي طالع من الادرينال مضله ما بيروحش البرين، داز نوت كروس البلاد برين بارير. يبقى دي الاجابه بتاعت الاوائل. يبقى الكاتيكولامينز ثلاثه، ابينفرين 80 90%، نور ابينفرين 10 20%، وسمول دوزز اوف دوبامين. الكلام ده على فكره في الانسان والكلاب، القطط العكس يا اولاد. فقر المعلومات العامه، القطط بتطلع نور ابينفرين اكتر، انسى المعلومه دي. طب للاوائل يقولوا بتطلع حاجه ثانيه اوبيويد بيبتايدز، اساسا ميت انكفالين ولا يعبر البلاد برين بارير، وطالع من الابينفرين كونتيننج سيلز. المعلومه الثالثه خدناها برضو في سنه اولى فورميشن. قلنا الكاتيكولامينز بتتكون كما تي 3 والتي 4، بذكرك اهو، من وان امينو اسيد اسمه تايروزين. يبقى التايروزين ده كان بيدي التي 3 والتي 4 بتوع الثيرويد، وبيدي الكاتيكولامينز. طيب ازاي الخطوات؟ هنا بنلخصها، لو عاوز التفصيلات ارجع لمحاضرات الاوتونوميك. التايروزين بالهيدروكسيليشن والديكربوكسيليشن يتحول لنور ابينفرين اللي هو النور ادرينالين. يبقى ده الكلام ده فين؟ في السيمباثيتك. طب انا عاوز اكمل بقى. في عندنا تو اورجانز بس هم اللي بيعملوا ادرينالين، لسه بنتكلم في واحده الادرينال مضله والبرين بيقدروا يعملوا ادرينالين بالاضافه للنور ابينفرين. ففي البرين والادرينال مضله العمليه بتكمل. ايه الفرق بين الابينفرين والنور ابينفرين؟ سنه اولى مين فاكر؟ الابينفرين يزيد، عشان كده اقوى، يزيد الغالي ثمنه فيه، ميثايل جروب. يبقى لو عملت للنور ابينفرين ميثايليشن، حطيت له ميثايل جروب، هيتحول الى ادرينالين او ابينفرين. طب مين بقى الانزيم اللي بيحط الميثايل جروب ده؟ اسمه بي ان ام تي، وهي اختصار فينايل ايثانولامين، ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيريز. بينقل اهو ترانسفير، بيترانسفير الميثايل جروب للان بوزيشن الصحيحه، عشان يحول النور ابينفرين الاضعف لمركب اقوى اللي هو ابينفرين، فاسمه فينايل ايثانولامين ان ميثايل ترانسفيريز. ده مش موجود غير في البرين والادريه مضله، عشان كده بس هم اللي بيقدروا يعملوا ابينفرين. انما السيمباثيتك
ليه كانت العمليه بتقف عند موضوع النور ابينفرين؟ لان ما عندوش البي ان ام تي، وده سؤال مهم جدا مش شافه. ليه السمباتيك بيطلع نور ادرينالين بس، نور ابينفرين بس؟ لان العمليه بتقف هنا، ما عندوش بي ان ام تي. البي ان ام تي ده موجود فقط في البرين الاوديه مضلع، عشان كده بيكملوا هم العمليه ويحولوا جزء من النور ابينفرين الى ابينفرين. طيب خد بالك بقى، حته جميله جدا بقولها للزملاء وبقولها للناس الاصغر سنا، الزملاء الاصغر سنا والطلبه الاوائل اوائل. تملي عندي سؤال يا اولاد بساله روحي، هو ليه ربنا يعني حط الادرينال مضلع جنب الادرينال كورتكس؟ يعني هي اي حاجه؟ ده بيطلع كاتيكولامينز والتانيين بيطلعوا جلوكو كورتكويد من رول كورتكويد 6 هرمون؟ لا، في علاقه. قلت اول علاقه المحاضره الماضيه ان هما الاثنين هما دول الستريس هرمونز، وربنا عامل تكامل. الكاتيكولامينز بيشتغلوا رابيد اكشن نون جينوميك ودين مينتس، اما الكورتيكويد دول ستيرويدز بحرف الاس سلو اكشن اورز دايز. فربنا لم الهرمونات بتاعت الستريس في غده واحده، وعندك شويه سرعه الكاتيكولامين سرعه دي مضله، وشويه بطء الستيرويدز الجلوكوكورتيكويدز والمينرالوكورتيكويدز بتوع الاديان كورتكس. النهارده بضيف للاوائل الزملاء الاصغر سنا سببين تانيين، ان تكوين الكاتيكولامينز يحتاج جلوكوكورتيكويدز انديوسد، يعني بيحصل بهاي كونسنتريشن الجلوكوكورتيكويدز، واثبتناها لما شلنا عملنا هايبوفيزيكتومي، شلنا الانتير بيوتري، شلنا الاي سي تي اتش اللي هو الحاجه الوحيده اللي بتطلع جلوك كورتيكويدز، قل الكونسنتريشن جلوك كورتيكويدز، مش بس جلوك كورتيكويدز، وقل كمان معاها الابينفرين. يبقى ده واضح ان جلوك كورتيكويدز مهمه لعمل الابينفرين. لما تشيل بيوتري تشيل اس تي اتش، الاس تي اتش دي الحاجه الوحيده اللي بتطلع جلوك كورتيكويدز، لا هتلاقي لا جلوك كورتيكويدز ولا ابينفرين. فيبقى ليه ربنا حطهم جنب بعض؟ الشيء لزوم الشيء، الجلوكوكورتيكويدز مهمه لعمل الابينفرين. طب سبب ثالث، الجلوكوكورتيكويدز نيسيسري فور فيتال ديفلوبمنت اوف ادريال مضله، تكوين الادريال مضله محتاج جلوكوكورتيكويدز اللي بتطلع من ادريال كورتكس، عشان كده لازم يبقوا جنب بعض. الادريال مضله مش هتنمو غير لو في جلوكوكورتيكويدز. والبروف، لو جنين عنده نقص في جلوكوكورتيكويدز بسبب نقص ال 21 بيتا هيدروكسيليز انزيم، ده اهم انزيم مهم لعمل الجلوكوكورتيكويدز، ال 21 بيتا هيدروكسيليز انزيم، مش موجود في الجنين، ده عيب خلقي جينيتيكالي هيريديتري، ما عندوش الانزيم ده، يبقى ما عندوش جلوكوكورتيكويدز. بص ايه اللي حصل، ما فيش جلوكوكورتيكويدز، الادرينا مضله حصل لها ديس بليزيا، خلل في التخليق، بليزيا عن تخليق وديس عن ديفيكالت. يبقى لكام سبب يا اولاد للزملاء الاصغر سنا ولاوائل الاوائل ربنا حط الادريال مضله جنب الادريال كورتكس؟ لثلاث اسباب. مين يقولهم لي دلوقتي؟ السبب الاول ان هما الاثنين بتوع الاستريس، واحده سريعه واحده بطيئه. السبب الثاني، تكوين الابينفرين يحتاج الى جلوكوكورتيكويدز، الادرينال مضله ديفلوبمنت يحتاج الى جلوكوكورتيكويدز. الناس فاهمه؟ طيب نيجي المعلومة الرابعة، ستورد فين؟ خدناها في الاوتونوميك، في جرانيولز، حتى قلنا كانت الفيسيكل بتاعتهم جرانيولر، كان ده سؤال ام اس كيو، تفرق عن الفيسيكل اللي فيها استايل كولين. طب ليه هي جرانيولر؟ لانه الكاتيكولامينز تبقى ستورد مع حاجتين، مع ادينوزين ترايفوسفيت وكروموجرانين اي، ده بروتين بيصطبغ جرانيولز، اي ان على بروتين في شكل جرانيولز، عشان كده يسموه جرانين، بروتين في شكل جرانيولز بيستبق كرومو يعني صبغه. دي المعلومه الرابعه. المعلومه الخامسه، سكريتد ازاي؟ صدق ولا تصدق؟ احنا قلنا ان هو في الاصل الادرينال مضله دي كانت سمباثاتيك جانجليون، وكل الجانجليون بيشتغلوا بالاستايل كولين. يبقى صدق ولا تصدق اللي بيطلع الكاتيكولامينز الابينفرين 80-90% والنور ابينفرين 10-20% هو عدوهم اللدود، وهو الاستايل كولين. يبقى سكريتد بالاستايل كولين، من اهم الاسئله اللي طالع من الجريتر سبلانكنيك نير. تصور
الكاتيكولامينز اللي بيطلعهم الاستايلكولين. طب ازاي عارفينها يا اولاد؟ ان كل الكيميكال ترانسميتر بتطلع بالاكزوسايتوزيس اللي محتاج كالسيوم اهو، بالكالسيوم بالاكزوسايتوزيس. طب بقيت المعلومه، الاستايلكولين ما بيطلعش الكاتيكولامينز بس، بيطلع الهرمونز ومعاهم الاي تي بي، ما احنا قلنا كان موجود في الجرانيولز مع اي تي بي، ومعاهم الكروموجرانين ايه اللي هو البروتين. دي المعلومه الخامسه. المعلومه السادسه، في البلازما موجودين ازاي الكاتيكولامينز؟ 70% من الابينفرين والنور ابينفرين، و95% من الدوبامين اللي هي كميتها قليله ملهاش قيمه ممكن تنساها دي. 70% من الابينفرين والنور ابينفرين بيبقوا كونجوجيتد مع سلفيت. خلاص سلفيت، اسف عاوزين نصلح دي بالتي، سلفيت ماسكه في سلفيت. واللي كونجوجيتد ده زي ما اتعودنا قبل كده حتى مع جلوب كورتيكويدز بيبقوا ان اكتف. وخد بالك السكس هرمونز كانوا هم كمان ماسكين في سلفيت وجزء من جلوب كورتيكويدز، يعني شوف التقارب ما بينهم. يعني الكاتيكولامينز زي اقرانهم الكورتيكويدز بيبقوا كونجوجيتد مع سلفيت وان اكتف برضه. تعالى بقى النقطه دي من اهم الاسئله، انت طبعا الفري فورم هو الاكتف، عندك قد ايه فري نور ابينفرين اللي هو يمثل 20% من انتاج الاديه المظله بس؟ 300 نانو جرام. انا قلت لك كل الهرمونات بيبقوا بكميات صغيره بالنانو جرام لكل سنتي. طب والابينفرين الادرينالين 30 نانو جرام، يعني النور ابينفرين 10 مرات قد الابينفرين. مع ان الغده، مع ان الغده افهم ده سؤال مسكين مهم، بتطلع ابينفرين 80% ونور ابينفرين 20، بس الفري فورم بتاع النور ابينفرين 10 مرات قد الفري فورم بتاع الابينفرين. واحد سالني ليه؟ اقول لك فكر، الابينفرين جاي من الاديه المظله بس، يعني جانجلون واحده، بينما النور ابينفرين ده جاي من السمباثاتيك، من البوست جانجلونيك سمباثاتيك. كل البوست جانجلونيك سمباثاتيك ما عدا اثنين بيطلعوا نور ابينفرين، كل البوست جانجلونيك سمباثاتيك نور ابينفرين، وكمان بيطلع من الاديه المظله، انما الابينفرين بيطلع من الاديه المظله بس بس بس، ما بيطلعش من السمباثاتيك. والاديه المظله دي حاجه واحده، السمباثاتيك بوست جانجلونيك دول كتار، فده 300 انما ده 30. واحد من اهم الاسئله، شوف الروعه بما يدل على ان وراء الخلق خالق. اما تقف النور ابينفرين يزيد 50 ل 100%، يعني 300 يبقوا 600 مثلا. طب واحد يقول لي ليه؟ عشان النور ابينفرين ده اشتغل على الفا ريسبتور اقوى، فيعمل فازو كونستريكشن يحافظ على الضغط. انت عارف الواحد لو وقف فجاه ممكن ضغطه يقل ويحس بانه هيدوخ وهيقع لو حصل وقف فجاه، فاحنا ربنا خلانا اول ما نوقف عشان الضغط ما ينهارش نور ادرينالين يزيد 50 ل 100%، يعني هو 300 نانو جرام يزيد 50 ل 100% عشان يحافظ على الضغط. طب سؤال في الام اس كيو مهمه جدا، لو عملت ادرينالكتومي شلت الادرينال مظله يحصل ايه في الابينفرين اللي هو مصدره الاساسي ادرينال مظله، ويحصل ايه في النور ابينفرين اللي مصدر تافه بالنسبه له الادرينال مظله بتطلع 20% من افرازها، لكن معظم مش 20% من النور ابينفرين العام بتاع الادرينال مظله، لكن معظم النور ابينفرين طالع من سمباثيتك جانجلي. تاني ما تلخبطش، هي الادرينال مظله مش بتطلع 20% من النور ابينفرين، لا هي بتطلع افرازات 20% منها نور ابينفرين وليس 20% من النور ابينفرين، بتطلع 80% ادرينالين و20% نور ادرينالين. انما بالنسبه اللي طالع من السمباثاتيك كميه تافهه. فلو عملت ادرينالكتومي شلت الاديه مظله، سؤال مسكين مهم، النور ابينفرين نوت تشينجت خالص لانه عنده كل السمباثاتيك بوست جانجلونيك ما عدا اثنين، انما الابينفرين ليفل ينزل لصفر. سؤال مسكين، الهاف لايف بتاعهم 2 minutes صغيرة جدا. نيجي النقطة السابعة، الان اكتيفيشن قلناها في الاوتونوميك بيتم بطريقتين يا ولاد، يا اما بالميثايليشن، بس هنا شوف انزيم تاني خالص اسمه كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز كوميت. يبقى اذا الكاتيكولامينز في 2 ميثايل ترانسفيريز بيشتغلوا عليهم،
بي ان ميثايل ترانسفيريز وكاتيكول او ميثايل ترانسفيريز. اللي يحط الميثايل جروب في الان بوزيشن الطبيعيه يحول النور ادرينال لمركب اقوى نوع ادرينال، انما اللي يحطه في الاو بوزيشن او يعني صفر يبوظ المركب. يبقى خد بالك في كام ميثايل ترانسفيريز بيشتغلوا على الكاتيكولامينز؟ في اتنين. المهم اللي بيحول النور ابينفرين الى المركب الاقوى هو الابينفرين، هو البي ان. افتكر ان انه بيحط الميثايل جروب في الان بوزيشن نورمال بوزيشن يحول المركب اقوى ميثايل ترانسفيريز، انما اللي بي الكاتيكول او اللي بيحطه في الاو بوزيشن ميثايل ترانسفيريز ده بوظه. فبيحصل ان اكتيفيشن بالميثايليشن كاتيكول او ميثايل ترانسفيريز، ذن بالاكسيديشن اللي هو بالماء ومونو امينو اوكسيديز قلنا اللي موجود في الميتوكوندريا، فيحولوه الى فانيلايل مانديليك اسيد. فانيلايل مانديليك اسيد. طب اكسكريتد ان يورين 50% بيبقوا في الفري فورم او كونجوجيتد مع السلفيت، و35% از فانيلايل مانديليك اسيد. نقطه تم. وهي الاهم الاكشن دي اهم من. الاكشنز اوف الاكشنز اوف ابينفرين نور ابينفرين. قلت قبل ما تبتدي اي اكشن، ده هو ده اهم سؤال في الادياء مضلة نظري مهم والسالف، تقول المود اوف اكشن وبعدين تتكلم على الاكشنز. فعلى ريسبتورز قلنا في يوجد نوعان من الريسبتور خدناها في سنه اولى، في الفا ريسبتورز ودي بتنقسم الى نوعين الفا 1 والفا 2، وفي بيتا ريسبتور ودي بتنقسم لتلات انواع بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. عشان نخلص كل البيتا ريسبتور ما احنا قلنا دول بيشتغلوا نون جينوميك. نون ايه؟ جينوميك. يعني ايه؟ ما احنا قلنا ان الكاتيكولامينز لو كنت فاكر لايبوفوبيك ما بيدخلوش في الليبيد، يبقى ما يدخلوش جوه الخلايا الكاتيكولامينز، ومعاهم فاكر البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز لايبوفيليك ما يدخلوش جوه الخليه لايبوفوبيك لايبوفوبيك، يبقى يمسكوا الريسبتور بتاعهم في السيل ممبرين. يعني كل ريسبتور دي الالفا والبيتا في السيل ممبرين. طب يشتغلوا ازاي؟ بلان جينوميك عن طريق سكند ماسنجر. السكند ماسنجر لحاجه من اربعه كنا قلنا اهمهم السايكليك ام بي او الداي اسايل جليسرول انستول ترانسفيت اللي هي بيزود الكالسيوم. طب البيتا وهي الاهم ريسبتور، البيتا ريسبتور بيتا 1 2 3 كلهم بيشتغلوا بالسايكليك ام بي نون جينوميك بالسايكليك ام بي اهي، انما الالفا لا، الالفا 1 بتشتغل بالكالسيوم لان دي بتعمل كونتراكشن غالبا محتاج كالسيوم، والالفا 2 عكس البيتا تنقص السايكليك ام بي. تبقى حافظ الكلام ده صم سيل ام اس كيو. يبقى البيتا بانواعها الثلاث بالسايكليك ام بي، الالفا الفا 1 بتعمل كونتراكشن يبقى بالكالسيوم، الفا 2 بتنقص سايكل تمبي. نيجي الاكشن بقى هنقسمه لثلاثه، اكشن على الكاردو باسكولار وده اهم واحد، وبعدين على السي ان اس حب النظام قوي، وبعدين على الميتابوليزم. كلها حاجات خدناها في سنه اولى بس عايزين نفهمها مع بعض اكتر. كاردو باسكولار سيستم سي ان اس اند ميتابوليزم، عاملها لك بطريقه سهله يا اولاد. نيجي على السي ان اس، على الكاردو باسكولار سيستم. كاردو فاسكولار سيستم هنقول اكشن على الهارت، هناخد ايزوليتد هارت يعني هارت كده في المعمل بره مش جوه الجسم. فبوث هرمونز اللي هم الابينفرين نور ابينفرين، الهارت ما عليهوش غير بيتا 1 ريسبتور، فاكر الهارت عليه بيتا 1، وقلنا البيبي بيتا انهيبيبي بيتوري ما عدا على ثلاث حاجات، هارت اللي هو موضوعنا دلوقتي ومش موضوعنا هرمونز وميتابوليزم. فالاثنين على الهارت اللي معلوش غير بيتا ريسبتور، البيتا دي بتستيميليت الهارت، هيزودوا الهارت ريت وهيزودوا الفورس كونتراكشن وهيزودوا الاكسايتابيليتي. فلو خدت حقن الابينفرين ممكن يحصل لك اكسترا ستول وسام تايم سيريس اريثميا، يعني يوقفوا قلبك. عشان كده لما بندي حقن الابينفرين في الالرجي ادرينالين في الالرجي لازم نديها بكميه صغيره وببطء شديد عشان بتزود الاكسايتابيليتي تلخبط ضربات القلب. يبقى على الايزوليتد هارت عن طريق البيتا 1 ريسبتور بيزودوا هارت ريت فورس وكونتراكشن واكسيتابيلتي. نيجي على البلاد فيسل، نور ابينفرين اقوى على الالفا 1 ريسبتور، بحب الالفا اكتر من البيتا،
والالفا دي قلنا اكسيتاتوري، اشتغل الفا 1 بالكالسيوم تعمل كونتراكشن يعني فازو كونستريكشن فتزود التوتال بيف ريزيستنس. يبقى النور ابينفرين الالفا 1 اللي هو اكسيتاتوري بالكالسيوم تعمل فازو كونستريكشن تزود التوتال بيف ريزيستنس. نيجي الابينفرين بيشتغل على البيتا والالفا ايكوالي، عارفينها كده، هو اقوى على البيتا بمراحل من النور ادرينال، النور ادرينال اقوى على الالفا وضعيف جدا على البيتا، انما الابينفرين ايكوالي على الالفا والبيتا وقوي جدا على البيتا ريسبتور. فالبيتا انيبيتوري فتعمل فازو دايليتيشن للبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسل اند ليفر. طب واحنا قلنا هو ايكوال عن طريق الالفا يعمل فازو كونستريكشن للريست، طب المحصله ايه بقى؟ المحصله ان الفازو دايليتيشن بقى اكتر فحصل ديكريس في التوتال بريفرال ريزيستنس. احب من اصعب الاسئله في الام اس كيو. نيجي الاصعب بقى، النت افكت على الكاردوفاسكولار سيستم. النور ابينفرين على الهارت بيزود الفورس كونتراكشن على الستروك فوليوم يبقى يزود السيستوليك، ما احنا قلنا السيستوليك بلاد بريشر بيعتمد على الستروك فوليوم، اما الدايستوليك بيعتمد على التوتال بريفرال ريزيستنس. طب هو بيزود التوتال بريفرال ريزيستنس يبقى وبيزود الفورس كونتراكشن يعني يزود السيستوليك لانه يزود الستروك فوليوم يبقى يزود السيستوليك، وزود الريزيستنس يبقى يزود الدايستوليك. وعليه لما يزيد الضغط ريفلكسلي عن طريق الارتيريال بارو ريسبتورز هيقل الهارت ريت، والتاثير بالريفلكس اقوى من الدايركت افكت، يعني الهارت ريت بيقل ريفلكسي وبيزيد دايركتلي على الهارت بس تاثير الريفلكسي اقوى، فعليه الكاردك اوتبوت تقل. من اصعب الاسئله. بينما الابينفرين بيزود الفورس اوف كونتراكشن يعني يزود السيستوليك لكن بيقلل توتال بيف ريزيستنس، الديستوليك بيعتمد على التوتال بيف ريزيستنس يبقى ينقص الدايستوليك. هاويفر انه يزود البالس بريشر، الفرق بينهم ما هو السيستوليك ناقص الدايستوليك ده البالس بريشر، وزياده البالس بريشر فهتكون ناسي برضه بتستيميليت الارتيريا بارو ريسبتورز فتعمل ريفلكس برادي كارد ديكريس في الهارت ريت، دي حته صعبه. يبقى هنا ليه قلل الهارت ريت ريفلكسلي؟ لان الارتيريا بارو ريسبتور ما بتشتغلش بس بالارتيريا البلاد بريشر، وللاوائل اللي نسيوا بتشتغل كمان بالبولس بريشر، فالنور ادرينالين زود الارتيريا بلاد بريشر، طب والابينفرين زود السوليك ونقص السوليك بس زود البولس بريشر فبرضه شغل بارو ريسبتورز فنقص الهارت ريت. بس بص الفرق بقى، الدايركت افكت هنا بتاع الابينفرين لانه قوي جدا على البيتا اقوى من الريفلكس، فعشان كده الكاردياك اوتبوت زاد. يا خبر ابيض على الحته دي، يا خبر ابيض، لازم الطالب يعرفها كويس قوي. انا اسف مفروض ما عدش كتير بس انا خلاص قربت على النهايه فاضل دقائق فهعيدها لكم تاني. الهارت نوع ريسبتور عليه بيتا 1 بس طبعا احنا فاهمين هم الاثنين بيشتغلوا على البيتا بس طبعا بما لا يقارن. خد بالك تاني، النور الابينفرين بيشتغل على الالفا والالفا والالفا والبيتا، انما الابينفرين بيشتغل على الالفا والبيتا ايكوالي واقوى على كليهما من نور الابينفرين. المهم كلهم بيشتغلوا على البيتا، فعلى الاجريتد هارت يزودوا الهارت ريت والفورس كونتراكشن والاكسيتابيلتي يعني اول بروبرتيز اوف ذا هارت. طب نيجي على البلاد فيسلز، النور الابينفرين اقوى على الالفا اللي هو اكسيتاتوري، الفا 1 بتزود كالسيوم بتعمل كونتراكشن فازو كونستريكشن زود توتال بيف ريزيستنس. الابينفرين بيشتغل على الاثنين يبقى يعمل فازو دايليتيشن وفازو كونستريكشن، فازو دايليتيشن عن طريق البيتا 2 وفازو كونستريكشن عن طريق الالفا 1. بيتا 2 على السكيليتال بلاد فيسلز والليفر فيسلز وفازو كونستريكشن في الباقي، ده اقوى فيقل التوتال بيف ريزيستنس. سؤال صعب، هنا في فرق اهو، الفرق الاصعب في النت افكت ان النور ابينفرين بيزود الفورس اوف كونتراكشن يعني الستروك فوليوم يبقى زود السيستوليك بريشر اللي بيعتمد على الستروك فوليوم الاس مع الاس، وبيزود التوتال بيف ريزيستنس يبقى يزود كمان الدايستوليك، زود سيستوليك ودايستوليك يعني زود الارتيريا بلاد بريشر يبقى يشغل ارتيريا بارو ريسبتور ريفلكسلي يتقلل الهارت ريت. خد بالك بقى، الابينفرين زود الادرينالين زود الفورس اوف كونتراكشن يبقى زود السيستوليك، نقص توتال بيف ريزيستنس يبقى نقص دايستوليك، بس ايه اللي زاد هنا؟ مش الارتيريا بلاد بريشر، البالس بريشر
اللي هو برضو بيستيميليت الارتيريال بار ريسبتورز فيقلل الهارت ريت. طب ايه التاثير على الكاردياك اوتبوت؟ هنا في حاله النور ابينفرين الدايركت افكت اقوى من الريفلكس افكت. يعني للاسف الريفلكس افكت اقوى من الدايركت افكت. فنقص الهارت ريت عن ريفلكسلي اقوى من زياده الهارت ريت، فما نقص الهارت ريت نقص الكاردياك اوتبوت. بينما الابينفرين الدايركت افكت قوي جدا لان هو بيشتغل حلو قوي على البيتا. ليه ده الدايركت افكت ضعيف؟ لان هو ضعيف على البيتا فبقى ريفلكس اقوى، والريفلكس بيقلل الهارت ريت يبقى الكاردياك اوتبوت قل. انما الابينفرين الدايركت افكت قوي لانه بيشتغل على البيتا كويس قوي، فالدايركت اقوى من الريفلكس، فزياده الهارت ريت هي الاقوى، اقوى من نقص الهارت ريت فزاد الكاردياك اوتبوت. ابعدوها تاني بقى يا اولاد لاني مش عاوز اضيع وقت. نيجي نمرة 2 على السي ان اس. بوث ابينفرين اند نور ابينفرين بيعملوا اليرتنس، بيزودوا التنبؤ. قلناها دي. الابينفرين بيعمل مور انكزايتي اند فير، خوف وقلق. طب نيجي على الميتابوليزم. قلنا الميتابوليزم فيه جمل مضمونه، الاول تبتدي بالكربوهيدرات والفات. وايه القاعده؟ كلهم عكس الانسولين. الانسولين بينقص الجلوكوز كلهم يزودوا الجلوكوز، فعلى الكربوهيدرات البوث الميتابوليزم بيشتغلوا عليه بوث ابينفرين نور ابينفرين اهو، الاثنين على الميتابوليزم. الاثنين على الكربوهيدرات بيعملوا جلايكوجيناليس، بيحطموا الجلايكوجين اللي في الليفر فيزودوا الجلوكوز. طب ازاي؟ عن طريق البيتا ريسبتور اللي بيشتغل بالسايكليك ام بي والالفا 1 اللي بيشتغل بالكالسيوم. بيعملوا جلايكوجيناليس في الليفر وجلايكوجيناليس في المصل. فيزودوا الجلوكوز. خد بالك تجميعه حلوه، اهم هرمون بيعمل جلوكونيوجينيسيس هو الجلوكوكورتيكويدز. حلوه الجلوكوكورتيكويدز هو اهم واحد بيعمل جلوكونيوجينيسيس، بينما الكاتيكولامينز والجلوكاجون هم اهم تو هرمونز بيعملوا جلايكوجينوليس. كاتيكولامينز النهارده والجلوكاجون المره الجايه. جلايكوجينوليس في الليفر والسكيتال ماسل عن طريق البيتا ريسبتور سايكليك ام بي والالفا 1 كالسيوم يزودوا الجلوكوز. كلهم على الفات قلنا بيعملوا لايبوليس، يعني حلوه اهي. الانسولين هو الوحيد اللي بيتخن بيعمل لايبوجينيسيس، بقيه الهرمونات عكس الانسولين. انسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك ما يحب الشريك، هو الوحيد اللي ينقص جلوكوز الباقيين كلهم يزودوا جلوكوز. هو الوحيد اللي يعمل لايبوجينيسيس الباقيين كلهم يعملوا لايبوليسيس يزودوا الفري فاتي اسيد. وبعدين بيزود لاكتيت، خد بالك ده بيشتغل على المسلز. نمره 3 في الميتابوليزم. نمره 4 في الميتابوليزم يزود الميتابوليك ريت. في انيشال برومبت يعني قوي، وبعدين ديليد سمول. يعني الميتابوليك ريت توليد الطاقه الاول بيبقى قوي جدا في البدايه وبعدين في سمول ديليد effect. تعالى حتى دي ناقصه نكتبها يا ولاد. يبقى في initial prompt و delayed small. دي ليها سبب ودي ليها سبب. ال initial prompt سببها الكوتينيوس فازو كونستريكشن، ده يقلل heat loss، تعمل فازو كونستريكشن الجلد ما يروحلوش دم ما تفقدش حراره، ويزود المسل تون تكسب الحراره، يبقى بتقلل اللوس وتزود الجين، بزود الجين ومفيش لوس، يبقى الميتابوليك ريت يزيد جدا في الاول. فدي يسموها انيشال برومبت. طب الديليد سمول انكريس في الميتابوليك ريت لقوكوا انسايدز مع زياده اللاكتيت، ده عن طريق الشغل على الليفر. الليفر بياخد لاكتيت ويتعامل معاه. خامس حاجه في الميتابوليزم البوتاسيوم، بيحصل انيشال رايز فولود باي ديليد فول. الانيشال رايز سببه ان البوتاسيوم طلع من الليفر، والديليد فول سببه انه دخل السكيليتال ماسل عن طريق بيتا 2 ريسبتور. انا عندي تامل فيها دي يا اولاد، انا عاوز اقول لكم حاجه لطيفه. شيء لزوم الشيء، الخلايا ما تقدرش تحرق جلوكوز الا لو جواها بوتاسيوم، عشان كده ربنا حط البوتاسيوم جوه الخلايا، لان الانزيمات اللي جوه الخلايا
عشان تشتغل محتاجة بوتاسيوم. فشوف الروعة انه الكاتيكولامينز اللي بتطلع جلوكوز من الليفر وبيروح يتحرق في المصل في نفس الرحلة مشيت معاه بوتاسيوم. يعني طلع البوتاسيوم مع الجلوكوز من الليفر فحصل انيشال رايز، والشيء لزوم الشيء، ودخل معاه في السكيليتال مصل فحصل ديليت فول، يبقى زاد في الدم بسبب طلوعه من الليفر مع جلوكوز، وقل في الدم بسبب انه دخلوا المصل عن طريق بيتا 2 ريسبتور. يبقى ده الاكشن على الميتابوليزم. طيب ليه بنقول تملي الابينفرين؟ ده سؤال صعب، اقوى من نور ابينفرين، لان الثريشولد كميه الهرمونات اللي محتاجينها للكاردوفاسكولار سيستم والميتابوليك اكشن في حاله النور ابينفرين 5 تايمز الريستي نور ابينفرين اللي هو قلنا 300 نانو جرام، محتاجين 5 مرات قدها عشان خاطر يحصل شغل على كاردوفاسكولار والميتابوليزم، وده رير. بينما الابينفرين اللي هو 30 بس عشان يشتغل على الكاردوفاسكولار والميتابوليزم محتاجين يزودوا مرتين الريستنج، وده غالبا بيحدث. This is why إجابة السؤال ليه اعتبرنا الإبينفرين أقوى من نور إبينفرين، إن عشان الإبينفرين يشتغل لازم يزيد مرتين بس، إنما عشان نور إبينفرين يشتغل لازم يزيد 5 مرات، وده صعب جدا. النقطة الثامنة دي يا أولاد أهم نقطة فأقولها تاني، في عجالة معلش أنا عارف، بس مش هنيجي الأهم حتة ونفوتها. الأكشنز قلنا على الريسبتورز في الفا ريسبتور نوعين 1 و2 وبيتا ريسبتور 1 و2 و3. البيتا كلهم بيسايكل ام بي اللي هو اهم سكند ميسنجر، الالفا 2 الالفا 1 بالكالسيوم والالفا 2 بتنقص سايكل ام بي. بعد كده لما تشرح الاكشن احب نظام قوي كاردوفاسكولار سيستم هتشرحه في 3 نقط، سي ان اس ده اسهل واحد، وبعدين ثالث واحد الميتابوليزم في 5 نقط سهله جدا. نيجي الكاردوفاسكولار هو الاهم، اول نقطه على الهارت اللي معلوش غير بيتا ريسبتور بيتا 1، النور دايما بيشتغل بضعف على البيتا 1 لكن بيشتغل اقوى على الالفا بس على البيتا 1. الابينفرين ايكوالي على البيتا والالفا فبيشتغل بقوه، فهم الاثنين بيزودوا كل الكاردياك بروبرتيز، هارت ريت فورس كونتراكشن اكسيتابيلتي. نيجي على البلاد فيسلز، النور ابينفرين اقوى على الالفا فعشان كده التاثير فازو كونستريكشن بقوه، يزود توتال بيفر ريزيستنس، بينما الابينفرين ايكوال على الاثنين فيعمل فازو دايلتيشن في السكيليتال وفي الليفر بلاد فيسلز، ويعمل فازو كونستريكشن في الباقي، الفازو دايلتيشن اقوى ينقص توتال بريفرال ريزيستنس. نيجي النت افكت، النور ابينفرين على الهارت بيزود الفورس كونتراكشن يعني الستروك فوليوم فيزود الستوليك، على الفيسل بيزود التوتال بريفرال ريزيستنس فيزود الدايستوليك، يبقى زاد الارتيريال بلاد بريشر فتشتغل الارتيريال بلاد ريسبتور فريفلكس يتقلل الهارت ريت، وهذا التاثير اقوى من الدايركت افكت لان الدايركت افكت كان عن طريق البيتا اللي هو البيتا ريسبتور اللي ما اشتغلش عليها كويس النور ادرينال، فالريفلكس اقوى فيقل الكاردك اوتبوت، انما الابينفرين بيزود الهارت الفورس كونتراكشن يبقى يزود الستوليك يزود ستروك فوليوم، والفازو دايلتيشن اقوى يبقى بينقص الريجستر يبقى ينقص الدايستوليك. هنا البالس بريشر زاد اللي هو ثاني مؤثر على الارتيريا باروسيبتور فبرضه يستيميليت الباروسيبتور وبرضه يقلل الهارت ريت، بس الدايركت افكت على الهارت عن طريق البيتا 1 وهو قوي على البيتا 1 اقوى، فالهارت ريت يزيد وعليه الكاردك اوتبوت يزيد. نيجي على السي ان اس يا اولاد، تاني حاجه بوث بيعملوا اليرتنس، الابينفرين بيعمل انكزايتي وفير. نيجي على الميتابوليزم 5 نقط، كربوهيدرات وفات معروفين عكس الانسولين، الانسولين بينقص الجلوكوز وينقص الفري فاتي اسيد، هما بيزودوا جلوكوز والفري فاتي اسيد. على الليفر والمانسل بيعملوا جلايكوجينوليسيس، بيشتغلوا بالبيتا اللي هي قلنا سايكليك ام بي والالفا 1 اللي هي الكالسيوم يزودوا جلوكوز، وعلى الفات الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس وينقص الفري فاتي اسيد، ده لايبوليسيس يزود الفري فاتي اسيد. بيزودوا اللاكتيت، نمره 4 بيزودوا الميتابوليك ريت، يبقى خدنا كربوهيدرات وفات مع بعض وبعدين لاكتيت وميتابوليك ريت اهو، الميتابوليك ريت الانيشال بيزيد قوي عشان عمل حاجتين، عمل فازو كونستريكشن في الجلد مفيش هيت لوس وزود المصل توم فيه الجون، then initial prompt rise بسبب ان الليفر بيعمل ميتابوليزم لللاكتيك اسيد فبيطلع حراره، ده delayed small rise. البوتاسيوم دي صعبه شويه، initial rise طالع من الليفر followed by delayed fall دخل السكيتال مصل، قلت لك بطريقه لطيفه شيء لزوم الشيء، الجلوكوز اللي طلع من الليفر وهيستخدم في المصل محتاج معاه بوتاسيوم، فالبوتاسيوم initial rise وبعدين delayed fall في السكيتال مصل بسبب البيتا 2 ريسبتور.
ليه الابينفرين اقوى؟ لان زياده مرتين بس في الريستنج ليفل هو اوريدي 30 كافيه للكاردو فاسكولار ميتابوليك افكت، انما النور ابينفرين لازم يزيد 5 مرات وده غالبا اللي هيحدث. اخر حتتين بقى نقطتين سهلين جدا يا اولاد. الكنترول ده ما بيجيش قوي تبقى عارفه. نورمالي هل في نور ابينفرين وابينفرين في الدم بتاعك؟ في كاتيكولامينز في دمنا دلوقتي؟ اه طبعا في لو بيزل ليفل بيقل اكتر during sleep، decrease during sleep. طيب بعيد السؤال، طب في نورمالي اسيتايلكولين في الدم؟ لا، لانه بيتكسر بالسودو اللي في البلازما، بي مع بي اللي في السودو في البلازما، كولين استريزس. يبقى نورمالي دمك ودمك ودم العبد الله كلنا عندنا شوية كاتيكولامينز بتخلينا ألر، بنتابع بقالنا مدة المحاضرة، عندنا لو بيزل ليفل يقل مع النوم، إنه ما عندناش أستايل كولين لأنه بيتكسر أولا بأول بالسودو كولين استريز اللي موجود في البلازما. هذا السكريشن يزيد إمتى؟ خدناها في سنة أولى في الإمرجنسي سيتويشن، فلايت أور فايت، فايت أور فلايت فاكرين، وبيزيد بالستريس في الاستمراري، بس أهم واحدة هي الإمرجنسي، ويزيد كمان بالستريس والاستمرار. حفظتها بطريقه لطيفه يا اولاد، كلها بحرف بالهايبو، هايبوثيرميا نقص الحراره او اكسبوجر تو كولد، مش لازم حراره جسمك تقل مجرد انك تتعرض لكولد، هايبوجلايسيميا نقص الجلوكوز، هايبوتنشن نقص الضغط اند هيموج. فاهم ليه في الهايبوثيرميا؟ لان قلنا انها كانت بتزود الميتابوليزم، بتزود الطاقه اللي طالعه. في الهايبوجلايسيميا انها بتزود الجلوكوز. في الهايبوتنشن لانها بتزود الضغط خاصه النور ابينفرين. يبقى الكنترول هتتكلم 3 نقط واخر نقطه فيها 3. اول نقطه هتقول ان في لو بيزل ليفل دلوقتي، في الكاتيكولامينز بيقل دورينج سليب. طب امتى يزيد؟ نقطتين في الامرجنسي فايت اوف فلايت، وفي 3 ستريسفول ستيمولاي عملناها بطريقه جميله، هايبو ثيرميا واكسبوجر تو كولد، هايبو جلايسيميا، هايبو تنشن وهيموريج. ليه في الهايبوثيرميا بتزود الحراره؟ ليه في الهايبوجلايسيميا بتزود الجلوكوز؟ ليه في الهايبوتنشن والهيموريدج بتزود الضغط؟ النقطه العاشره والاخيره يا اولاد، الديس اوردرز المرض. في ورم في الادرينا ميدالا اسمه فيو كروموسايتوما، قلنا اوما يعني ورم، وقلنا الجرانيولز تبقى بتصطبغ، فعشان كده يعني ورم في الخلايا المصطبغه. فيو كروموسايتوما، this is adrenal medullary tumor، بيسكريت نور ابينفرين لوحده او ابينفرين لوحده او both hormones. طيب ايه اهم حاجة لما بيطلع الكاتيكولامينز؟ اهم عرض sustained hypertension، ضغطك يقعد عالي على طول، دي اهم حاجة. في 15% من التيومر اللي بتطلع ابينفرين، يعني مش كل التيومر اللي بتطلعه ابينفرين، 15% من بتوع الابينفرين بس، يعني سواء ابينفرين او نور ابينفرين او بوث كلهم بيعملوا سستيند هايبرتنشن. 15% من التيومر بتوع الابينفرين بيطلعوا فيها الهرمونز ان ابيسودز، في نوبات نوبات، يعملوا انترميتن باوتس، ما هو بيطلعوا في نوبات، يبقى يحصل باوتس يعني نوبات من بالبيتيشن اخفاق في القلب، هيديك صداع، جلايكوزوريا زياده جلوكوز في الدم، اكستريم سيستوليك هايبرتنشن زياده في السيستوليك. وانت فاهم ليه؟ لان احنا قلنا الابينفرين بيزود السيستوليك لانه بيزود الاستروجين بتاع الهارت، وما بيزودش الدايستوليك لانه بينقص التوتال بي ريزيستنس، فبيعمل سيستوليك بس لسه قايلينها. والنقطة الأخيرة، نفس تأثير الفيو كروموسايتوما دي يحصل لو اديت المريض بتاعك حقنة ابينفرين في علاج الحساسية الألرجي. بندي الحساسية الأكيوت، لما يبقى واحد عنده ألرجي هتخنقه، عنده إديمة في اللارينكس، بندي له حقنة ابينفرين. الانترافينس انجكشن اوف ابينفرين يعمل نفس التأثيرات اللي قلناها بتاعت الفيو كروموسايتوما دي، اللي هي النقطة العاشرة. في كروموسايتوما ورم في الادرينا ميدالا ممكن يطلع نور ابينفرين لوحده، ابينفرين لوحده او الاثنين مع بعض،
في الثلاث احوال دول بيحصل سستيند هايبرتنشن. في الاحوال اللي بتطلع ابينفرين 15% من هذه الاحوال اللي بتطلع ابينفرين بيحصل بتطلع ان ابيسودز في نوبات تدي انترميتنت باوتس يعني متقطع نوبات متقطعه اخفاق في القلب بالبيتيشن هيديك صداع جلايكوجوريا زياده الجلوكوز في اليورين واكستريم سيستوليك هايبرتنشن. فاهم ليه مش دايستوليك سيستوليك بس؟ لان الابينفرين من اهم المعلومات بيزود السيستوليك وما بيزودش الدايستوليك، وهذا يماثل لو ديت لارج دوز اوف ابينفرين. دي كانت المحاضرة السابعة يا أولاد، وأنا أطلت عليكم أنا عارف، بس إحنا بنحاول في محاضرة واحدة تلم الموضوع كامل. فاضل يعني متبقي محاضرتان، يتبقى محاضرتان هنقولهم خاصين بالإنسولين والجلوكاجون والحاجات دي اللي هو الدايبيتس، ويبقى كده إحنا خلصنا في كراش كورس في الإندوكراين في 9 محاضرات كل واحدة في حدود ساعتين أو أقل أو أكثر قليلاً. تقدر في 18 ساعة الاندوكراين وهو البرانش الأصعب بالنسبة للطلاب سنة تانية، أعتقد بقى سهل المفروض يعني تبتدوا بقى تسمعوهم يا أولاد. وفي النهاية بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين جميعا، ويعني أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم، وأدعو لكم بالتوفيق بإذن الله، ونلتقي قريبا إذا كان في العمر بقية. شكرا، سلام.